بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه وحلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء وماده العلوم. ان شاء الله النهارده بنستكمل مع بعض شرح الوحده الثالثه والوحده الرابعه، وبعد كده هنشوف نوعيه من الاسئله اللي ممكن تجينا في الامتحان. بالنسبه للوحده الثالثه بتتناول الجينات والوراثه، وعندنا بالنسبه زي ما قلنا ان الصفات، العلماء وجدوا ان الصفات نوعين اثنين، في صفات وراثيه قابله للانتقال من الاباء الى الابناء او بنوا عليها صفات بتتورث، زي لون الشعر وفصيلة الدم ولون الجلد، شكل الأصابع، عدد الأصابع. في عندنا نوع آخر من الصفات أطلقوا عليها اسم صفات مكتسبة، وهي صفات بيكتسبها الفرد أثناء حياته ولا تورث إلى النسل الناتج. يبقى صفات وراثية وصفات مكتسبة. بنتناول احنا عندنا بالنسبة للصفات المكتسبة زي تعلم المشي لدى الأطفال، قيادة السيارات، مهارة لعب كرة القدم، مهارة تحدث إحدى اللغات الأجنبية، دي كلها بنقول عليها صفات مكتسبة بيكتسبها الفرد أثناء حياته ولكنها لا تورث إلى أبنائه. الصفات الوراثية عندنا في علم بيهتم بيها وهو علم الوراثة، وإن عندنا مؤسس هذا العلم يعتبر هو العالم النمساوي جريجوري مندل. بالنسبة لمندل أجرى تجاربه على نبات البازلاء أو نبات البسلة، ليه؟ عندنا ست أسباب موجودين عندنا. أول سبب عندنا سهولة زراعته وسرعة نموه. السبب الثاني عندنا قصر دورة حياته. رقم ثلاثة أظهاره خنثى تلقح ذاتيا. ويعني إيه خنثى؟ يعني فيها أعضاء التسكير والتأنيس معا. أربعة سهولة تلقيحه خلطيا أو صناعيا بواسطة الإنسان. رقم خمسة إنتاج أعداد كبيرة من الأفراد في الجيل الواحد. ستة وجود عدة أصناف من نبات البازلاء تحمل صفات متضادة. مندل درس عندنا بالنسبة لنبات البسلة سبع صفات وراثية فقط. إيه هما؟ بالنسبة لي موضع الزهرة في موضع جانبي وموضع طرفي. شكل القرن في منتفخ وفي قرن محزز بهذا الشكل بيبان الإيه؟ عندنا الحبوب اللي تحته أو البذور. لون القرن اللون الأخضر وفي عندنا قرن لونه أصفر. شكل البذرة في شكل أملس وفي شكل مجعد. لون البذرة لون أصفر وفي منها لون أخضر. لون الزهرة أحمر أو أرجواني وعندنا اللون الأبيض. طول الساق في ساق طويل وفي عندنا ساق قصير. يبقى دول السبع صفات اللي درسهم مندل. مندل عمل حاجتين اتنين، دراسة وراثة زوج واحد من الصفات وعمل القانون الأول، ودرس وراثة زوجين اتنين من الصفات المتضادة وعمل القانون الثاني لمندل. دراسة زوج واحد من الصفات المتضادة وهنا خد صفة لون البذور. بالنسبة عندنا لمندل عمل ايه بقى عشان يعمل التجربة؟ جاب نباتات بازلاء بتنتج بذور صفراء وأخرى تنتج بذور خضراء وتركها تلقح ذاتيا لعدة أجيال. ليه عمل الكلام ده؟ عشان يتأكد من نقاء صفة لون البذور. يبقى النباتات اللي بذورها صفراء دايما هتدي بذور صفراء، والتانية هتدي دايما بذور خضراء. ادي اللونين الاتنين الموجودين عندنا بهذا الشكل. زرع البذور الصفراء النقية، هنا بقى اطلق عليها نقية ليه؟ لانه خلاص تأكد من نقاء الصفة، والبذور الخضراء النقية. ولما بدأت تطلع الازهار عمل ايه مندل؟ انتزع اسدية بعض هذه الازهار قبل نضج المتوك. ليه انتزع الاسدية؟ لمنع حدوث تلقيح ذاتي لها. رقم ثلاثة عمل إيه مندل؟ أجرى تلقيح خلطي بين نباتات اللي بذورها خضراء مع نباتات ذات البذور الصفراء، فنقل حبوب اللقاح من متوك أزهار بذورها خضراء إلى مياسم أزهار بذورها صفراء والعكس. بعد ما عمل الكلام ده غطى مياسم الأزهار بعد ما عمل عملية التلقيح الخلطي أو التلقيح الصناعي. ليه؟ ليتأكد من عدم تلقيحها خلطيا مرة أخرى. يبقى أي نتائج هيحصل عليها هيكون هو السبب في حدوثها. إيه النتائج اللي طلعت عندنا بهذا الشكل؟ النتائج اللي موجودة عندنا خد البذور الناتجة. لاحظ إيه بقى مندل؟ لاحظ إن النباتات الناتجة اللي احنا بنسميها الجيل الأول جميعها كانت بذورها صفراء بنسبة 100%. فأطلق على هذه الصفة صفة سائدة، يبقى اللون الأصفر ساد على صفة اللون الأخضر. اختفت صفة لون البذور الخضراء في الجيل الأول فسميت أو أطلق عليها صفة متناحية. يبقى هنا الصفات الوراثية هيبقى عندي منها نوعين، سائدة ومتناحية. الصفة السائدة هي التي تظهر في أفراد الجيل الأول بنسبة 100%. الصفة المتناحية هي الصفة التي تختفي في الجيل الأول، ما بتظهرش في الجيل الأول. إيه اللي حصل بقى عندنا؟ أدي الصفة السائدة أهو وأدي الصفة المتناحية.
ترك مندل نباتات الجيل الاول تلقح ذاتيا. البذور اللي حصل عليها في الجيل الاول سابها زرعها وسابها تلقح ذاتيا. ايه اللي حصل عندنا؟ لاحظ ان النباتات الناتجه او ما يسمى بالجيل الثاني فيها اللونين اتنين، بذور خضراء بنسبه 1 او نسبته 25%، والبذور الصفراء بنسبه 3 اي نسبه 75%. دي 57 هي النتيجه المفروض 75 الى 25. ايه بقى فروض مندل عشان يفسر النتائج بتاعته؟ قال مندل ان كل صفه وراثيه بتعتمد على عوامل وراثيه، العلماء سموها فيما بعد اسم الجينات، بتنتقل من جيل لاخر عن طريق الامشاك. اتنين، بيتحكم في كل صفه وراثيه عاملين وراثيين احدهما من الاب والاخر من الام. رقم ثلاثة، ينعزل العاملان الوراثيان عند تكوين الامشاك بحيث ان المشيك بيحمل عامل وراثي واحد. رقم اربعة، أثناء عملية الإخصاب بيجتمع العاملان الوراثيان معا، واحد من الأب والتاني منين؟ من الأم. العاملين لو كانوا متشابهين يبقى الصفة عندي بقول عليها صفة نقية، لو العاملين مختلفين يبقى بنقول عليها صفة غير نقية. بخلي بالك الصفة لها احتمالين، إما أن تكون صفة نقية أو صفة غير نقية. لو اجتمع عامل سائد مع عامل سائد يبقى صفة سائدة نقية. طب عامل متنحي مع عامل متنحي يبقى صفة متنحية نقية. يبقى الصفة النقية العاملين متماثلين سواء كانوا سائدين او متنحيين. الاحتمال الثاني ان يكون العاملين مختلفين، يبقى الصفة هنا اطلق عليها لفظ صفة غير نقية، يبقى معنى كده انها عامل سائد مع عامل متنحي، يبقى هنا تظهر صفة سائدة غير نقية. الفرد اللي بيحمل الصفة النقية يسمى فرد نقي، اما الفرد الذي يحمل صفة غير نقية يسمى فرد هجين. يبقى الصفة نوعين اتنين، سائدة نقية أو متنحية نقية، يبقى صفة نقية أو غير نقية. أما الفرد يطلق عليه فرد نقي أو فرد هجين. الصفة السائدة هي الصفة التي تظهر عند وجود جين سائد على الأقل، يبقى الصفة السائدة بيتحكم في إظهارها جين سائد على الأقل. أما الصفة المتنحية هي الصفة التي لا تظهر إلا عند اجتماع جينين متنحيين معا. يبقى الصفة السائدة عندي لها احتمالين، إما أن تكون صفة سائدة نقية أو غير نقية، أما الصفة المتنحية دائما نقية. الصفة السائدة تظهر في الجيل الأول بنسبة 100% وفي الجيل الثاني بنسبة 75%. الصفة المتنحية بتختفي في الجيل الأول وتظهر في الجيل الثاني لتجارب مندل بنسبة 25%. الصفة السائدة قد تكون نقية أو غير نقية، أما الصفة المتنحية نقية دائما. الفرد النقي والفرد الذي يحمل جينين متماثلين سواء للصفة السائدة أو الصفة المتنحية. الفرد الهجين هو الفرد الذي يحمل جينين مختلفين أحدهما للصفة السائدة والآخر للصفة المتنحية. في عندنا مبدأ اسمه مبدأ السيادة التامة. إيه المقصود به؟ ظهور الصفة الوراثية السائدة في أفراد الجيل الأول. إمتى؟ عند تزاوج فردين نقيين يحمل أحدهما صفة وراثية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر. ده اسمه مبدأ السيادة التام. قانون مندل الأول يطلق عليه قانون انعزال العوامل، يبقى الكون الأول اسمه انعزال العوامل. نص القانون بيقول إيه؟ إذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد، وهنا بنقول أهو زوج واحد، يبقى ده القانون الأول، من صفاتهما المتضادة فإنهما ينتجان بعد زواجهما جيلا تظهر به صفة أحد الفردين فقط وهي الصفة السائدة، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3 إلى 1. في عندنا العالم الدنماركي جوهانسن استخدم مصطلح الجين بدلا من العامل الوراثي، وبالتالي بقى أصبح عندنا حاجة اسمها التركيب الجيني وهي الجينات المكونة للصفة الوراثية، وتركيب مظهري هو الشكل الخارجي الذي تظهر به الصفة في الكائن الحي. بنعبر عن تجارب مندل باستخدام الرموز. هنا الآباء بنرمزها بالرمز البي، حرف البي. عندنا الأب هنرمز له بدايرة وطالع منها سهم، الأم دايرة ونازل منها علامة زائد اهو، دول علامة التزاوج هيبقى حرف اكس. عندنا الجيل الأول او الأمشاج او الجامطات بنرمزها بالرمز جي، أفراد الجيل الأول بنرمز له بالرمز F1، أفراد الجيل الثاني بنرمز له بالرمز F2. دي كده الرموز اللي بستخدمها في عملية الوراثة. لما نيجي نعبر عن الصفة الوراثية، الصفة النقية بيرمز لها بحرفين متماثلين، يبقى الصفة النقية الحرفين بتوعها متماثلين. ليه؟ لأن الجينين متماثلين. بنجيب بقى الحرف الأول من اسم الصفة السائدة باللغة الإنجليزية ويكون كابيتال للصفة السائدة، ونفس الحرف
يكون سمول للصفة المتنحية، يبقى أنا هنا ماليش دعوة باسم الصفة المتنحية، أنا شغلي كله على الصفة السائدة. يبقى على سبيل المثال لون البذور اللون السائد، الأصفر سائد على الأخضر. أصفر بالإنجليزي يعني إيه؟ يلو. يبقى ياخد أول حرف اللي هو الواي، وهنا لو صفة سائدة هيبقى فيها واي كابيتال، طب لو متنحية يبقى باخد الواي سمول. طب الصفة بنعبر عنها بكام حرف؟ حرفين اتنين. يبقى إذن الصفة السائدة النقي أهو، سائدة نقي، هرمز لها بالرمز واي كابيتال واي كابيتال. طب هنا متنحية نفس الحرفين ولكن هيكونوا سمول. طب سائدة غير نقية، في الحالة دي هيكون واحد كابيتال والتاني سمول. يبقى هنا خدنا الحرف من الحرف الأول من اسم الصفة السائدة باللغة الإنجليزية. نيجي عندنا بالنسبة لمندل درس كم صفة عندنا؟ درس 7 صفات. تعالوا بقى عشان نعرف مين صفة سائدة ومين صفة متنحية، ولازم أبقى عارف أسماء الصفات السائدة والمتنحية. أول صفة عندنا لون البذور، في عندنا اللون الأصفر سائد على اللون الأخضر، يبقى الأصفر سائد والأخضر متنحي. الأصفر عندنا احتمالين، يا إما يكون نقي هيبقى واي كابيتال واي كابيتال، أو غير نقي يبقى واي كابيتال واي سمول. الأخضر متنحي يبقى واي سمول واي سمول، ده لما أجي أعبر عن لون البذور. نيجي عندنا الصفة التانية عندنا طول الساق، عندنا فيه طويل سائد. طيب طويل بالإنجليزي يعني طول، يبقى أخد حرف التي، يبقى هنا لو سائد نقي هيبقى تي كابيتال تي كابيتال، طب لو سائد غير نقي يبقى تي كابيتال تي سمول. القصير ده متنحي نقي، يبقى دايما هنا هناخد 2 سمول، يبقى تي سمول تي سمول. الصفة التالتة عندنا لون الأزهار، الأحمر سائد على مين؟ الأبيض. طب الأحمر بالإنجليزي يعني ريد، يبقى لو سائد نقي هيبقى ار كابيتال ار كابيتال، لو سائد غير نقي هيبقى ار كابيتال ار سمول. الأبيض هيبقى هنا طبعا ده نقي نقي، وهيبقى عندنا ار سمول ار سمول. لما بنيجي نعبر عن تجارب مندل عندنا نوعين اتنين من التعبير، في مخطط سهمي يبقى هنا بيبقى فيه خطوط او اسهم، وفي مربع بنت. ناخد اول نوع عندنا بالنسبه ل المخطط السهمي، الاباء قلنا برمز لها بالرمز بي، يبقى هنا لو عندك حدوث تزاوج بين نبات واي كابيتال واي كابيتال يبقى ده اصفر نقي مع نبات بذوره خضراء يبقى واي سمول واي سمول. لما نيجي نكون الامشاج بعزل العاملين دول عن بعض، يبقى هفصل كل حرف عن بعضه، يبقى هنا دي بذور صفراء نقية مع بذور خضراء نقية. الأمشاج عندنا هيبقى أدى الواي لوحده أهو، فصلت ده كده ده كده مشيج لوحده، وده المشيج التاني، ونفس الكلام عند الأم، هفصل الواي سمول عن بعضها، بقى عندي هنا كام مشيج؟ 4 أمشاج. نيجي نجيب أفراد الجيل الأول، بنعمل إيه عشان أجيب أفراد الجيل الأول؟ برتب كده 1 2 3 4، باخد الواحد مع التلاتة، يبقى أول مشيج من الأب باخده مع المشيج الأولاني من الأم، يبقى واي كابيتال واي سمول. المشيج الاولاني مع المشيج الثاني بتاع الام برضه هيبقى واي كابيتال واي سمول. المشيج الثاني للاب برجع اخده ثاني مع الاثنين بتوع الام، يبقى واي كابيتال واي سمول، وبرضه الرابع هيبقى واي كابيتال واي سمول. طالما عندي في الصفه جين سائد يبقى كل الصفات اللي موجوده عندنا هتكون سائده، يبقى نباتات الجيل الاول جميعها بذورها صفراء بنسبه 100% ولكن غير نقيه. ليه غير نقيه؟ لان الجينين غير متماثلين، لكن كلها واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال. ده كده الجيل الاول. نبدا نشوف الجيل الثاني عندنا اهو، يبقى الاب هيبقى واي كابيتال واي سمول، والام برضو واي كابيتال واي سمول. هنا بنقول عليهم ايه؟ بيحمل صفه سائده غير نقي. تعالوا ما نكون الامشاك اهو، يبقى هفصل الواي كابيتال عن الواي سمول في الاب، ونفس الكلام هيبقى فين؟ في الام. نبدا نجمع نشوف افراد الجيل الثاني، يبقى ياخد المشيج الاول من الاب مع المشيج الاول من الام، يبقى يديني واي كابيتال واي كابيتال، ده سائد نقي. اجمع ثاني هيديني واي كابيتال واي سمول اهو. نجيب المشيج الثاني للاب مع المشيج الاول من الام، ودايما لازم ابدا بالكابيتال، فما ينفعش اقول واي سمول واي كابيتال، لا واي كابيتال واي سمول، بعد كده اخر مشيج هيبقى واي سمول واي سمول. لو لاحظت هنا الثلاثه دول بذورها صفراء يبقى النسبه كام؟ 3، وواحد اخضر يبقى النسبه 3 إلى 1، او 75% نباتات بازلاء بذورها صفراء و 25% نباتات بذورها خضراء. يبقى الصفه دي ظاهره بنسبه 25%، دي صفه متنحيه. الصفه السائده ظاهره في الجيل الثاني بنسبه 75%. نيجي بقى لما يسمى مربع بنت بهذا الشكل، بنعمل بنجيبه ازاي؟ من عدد الامشاج. عندي كم مشيج للاب؟ 2، وكم مشيج للام؟ 2. 2 في 2 بكام؟ ب4، يبقى عندي 4 خانات. بعمل ايه؟ بنزل اول مشيج للاب مع اول مشيج للام، يبقى اهو ده ينزل هنا واجيب الثاني هنا، يبقى واي كابيتال واي سمول. هنا هنزل مشيج الاب مع
مشيج الأم أخدهم الاتنين، يبقى هيبقى إيه؟ واي كابيتال واي سمول. أرجع أخد المشيج ده تاني مع المشيج التاني بتاع الأم، أهو هينزل كده بهذا الشكل، يبقى واي كابيتال واي سمول، وهنا هينزل بهذا الشكل يبقى واي كابيتال واي سمول. يبقى هنا كل نباتات الجيل الأول جميعها بذورها صفراء غير نقية بنسبة 100%. اجي للجيل الثاني واي كابيتال واي سمول، نبدا نعمل نفس الشكل، هيبقى واي كابيتال واي كابيتال ده كده اصفر نقي، واي كابيتال واي سمول يبقى اصفر غير نقي، نفس الكلام عندنا واي كابيتال واي سمول اصفر غير نقي، هنا هيبقى واي سمول واي سمول، هنا نباتات بذورها خضراء، يبقى النسبه كام لكام؟ 75% اصفر الى 25% اخضر، او النسبه 3 صفه سائده الى 1 صفه متناحيه. من هنا مندل عمل ايه عندنا؟ طبعا المفروض درس بعد كده الصفات، او درس صفتين اتنين، ومن هنا هيعمل عندنا القانون التاني اللي احنا بنسميه قانون التوزيع الحر. الصفات اللي درسها طول الساق ولون الازهار، بدأ يدرس صفتين مع بعض، فجاب نباتات طويلة الساق حمراء الازهار نقي، ونباتات قصيرة الساق بيضاء الازهار نقيه، فهنا تي كابيتال تي كابيتال ده طويل، وار كابيتال ار كابيتال يبقى احمر كده الصفه نقيه، وهنا تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول. الامشاج هنبدا ناخد الحرف الاولاني مع هنا، يبقى تي كابيتال ار كابيتال، وهنا تي كابيتال ار كابيتال، تي سمول ار سمول، وتي سمول ار سمول. نجيب افراد الجيل الاول، هيبقى كلها أزهار. أفراد الجيل الأول هتبقى نباتات طويلة الساق حمراء الأزهار غير نقية بنسبة كام؟ 100%. ده كده الجيل الأول. يبقى نباتات بازلاء طويلة الساق حمراء الأزهار بنسبة 100% صفة غير نقية. الجيل الثاني عندنا هنبدأ ناخد فردين من الجيل الأول ونبدأ يحدث بينهم تزاوج أو تلقيح. إيه اللي هيحصل عندنا هنا؟ هينتج عندي هنا 8 أمشاج، أربعة للأب وأربعة لمين؟ للأم. يبقى التي مرة هاخده مع الأر كابيتال وأرجع أخده مع الأر سمول، التي سمول هاخدها مرة مع الأر كابيتال وأخدها مرة مع الأر سمول، نفس الأمشاج هتبقى عند الأم. هنا مش هينفع إن أنا أعمل بقى هنا ده بالمخطط السهمي، فهنا بلجأ لما يسمى مربع بنت. بنجيبه إزاي؟ عندنا كم مشيج للأب؟ أربعة، وكم مشيج للأم؟ برضو أربعة، أربعة في أربعة ب 16، يبقى عندي 16 مربع، وببدأ أجمع هذه الأمشاج مع بعضها ونشوف الأفراد الناتجة هتبقى عندي بهذا الشكل. يبقى هنا بنجمع الأمشاج ونزلها مع بعض في هذا الجدول، ونبص عندنا بجمع حرف التي مع بعضه والآر مع بعض وأشوف شكل الصفة الناتجة إيه. فهنا بعد ما أكمل المربعات الموجودة عندنا، خلي بالك بقى معايا، أي نبات هلاقي عنده تي كابيتال يبقى هذا النبات طويل الساق، يبقى هنا ده طويل، ها طويل طويل بهذا الشكل. امتى يظهر النبات القصير؟ لما يبقى الاثنين سمول، يبقى هنا بدا تي سمول تي سمول، يبقى ده نبات قصير الساق اهو. لو جينا هنا النسبه كام لكام؟ هو دول كده 16، 4 قصير يبقى 12، يبقى النسبه كام طويل؟ 12 طويل الى 4 قصير. نيجي للازهار، لو عندي ار كابيتال يبقى الزهره حمراء، ها زي ما احنا شايفين اهو، احمر ده احمر، الزهره حمراء بهذا الشكل. لو جينا برضو للنباتات الايه الازهار حمراء، هلاقي عددها كام؟ برضو 12، والنسبه البيضة هيبقى ار سمول ار سمول، هم دول اهو، ده واحد ابيض 2 3 4، يبقى النسبه كام؟ برضو 12 الى 4، لو اختصرناها هتبقى 3 الى 1. لو جمعنا بقى طويل الساق مع الازهار هتظهر بهذا الشكل. يبقى الجيل الثاني طويل الساق احمر الازهار 9 نباتات، طويل الساق ابيض الازهار 3، قصير الساق احمر الازهار 3، قصير الساق ابيض الازهار 1. لو جمعنا كده 9 و1 10 و3 و3 6، دول ال 16 الموجودين عندنا. طب طويل لقصير، 12 طويل الى 4 قصير، لما اختصر يبقى النسبه كام لكام؟ 3 الى 1. طب احمر الى ابيض 12 الى 4، يبقى النسبه كام؟ 3 الى 1. ومن هنا بدا يحدث القانون او يصيغ القانون الثاني، وهو ما يسمى بقانون التوزيع الحر. بيقول ايه القانون؟ إذا تزوج فردان نقيان مختلفان في زوجين، هنا بيقول لك هو إيه؟ زوجين، هناك كان بيقول زوج واحد، يبقى ده الأول، زوجين يبقى ده القانون الثاني. أو أكثر من صفاتهما المتضادة أو المتبادلة، فتورث صفة كل زوج منهما مستقلة، يبقى الصفة بتورث إيه؟ مستقلة، ملهاش دعوة بالصفة الثانية. وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3 إلى 1. لو جينا بقى للصفات البشرية اللي هي الصفات عندنا والوراثة المندلية، العلماء وجدوا أن بعض الصفات البشر بتنطبق عليها قوانين مندل، وبعض الصفات لا تنطبق عليها قوانين مندل.
اول حاجه عندنا مظهر الشعر عندنا الصفه السائده الشعر المجعد سائد على الشعر الناعم، عشان كده بنلاقي معظم الناس شعرها مجعد بهذا الشكل، والشعر الناعم ده موجود عند قله من الناس. رقم 2 لون الشعر، لو جينا لون الشعر معظم الناس كده بص على الشعر بتاعهم يبقى الصفه السائده هو اللون الايه؟ الشعر الاسود. طب الصفه المتنحيه الشعر البني او الشعر الفاتح، ودي درجات من الشعر الفاتح. لو جينا رقم 3 كده نبدا ننزل على حجم العيون، لو جينا كده للعينين بنلاقي الصفه السائده العيون الواسعه، صفه سائده على العيون الضيقه، يبقى لازم اعرف مين الصفه السائده ومين الصفه المتنحيه. رقم 4 لون العيون، معظم الناس العينين بتاعتها ايه؟ بنقول عليها كده عيون بنيه او بيقولوا عليها سودة، والعيون الملونه، يبقى السائد البني على الملون طبعا بيكون موجود عند قله من الناس هي اللي موجود عندها الصفه المتنحيه. في عندنا شحمه الاذن، شحمه الاذن الصفه السائده الشحمه المنفصله اهو شايفينها؟ مالها؟ سائده على الشحمه الملتحمه او المتصله. هنا ما عندوش الجزء ده، دي على طول لازقه هنا ما عندوش الحته دي. يبقى ده هنا شحمه الاذن. غمازات الوجه الصفه السائده وجود الغمازات سائد على عدم وجود الغمازات، او الجزء النغزه دي الموجوده دي بيقولوا عليها غمازات، دي موجوده عند معظم الناس وقله من الناس ما عندهمش اهو مش موجوده عنده. رقم 7 نمش الوجه، هنا بقى الصفه دي مختلفه شويه، الصفه السائده عدم وجود النمش. اما الصفه المتنحيه فهي وجود النمش، يبقى هنا بتلاقي قله من الناس موجود عندهم نمش على البشره بتاعتهم، لكن معظم الناس غير موجوده هذه الصفه. القدره على الالتفاف الانبوبي للسان، في ناس كتيره تقدر تلف لسانها بهذا الشكل، ادي عندنا كده اشكال مختلفه للف اللسان سائد على عدم القدره على لف اللسان، يبقى القدره على لف اللسان سائد على عدم القدره على لف اللسان. نيجي عندنا بالنسبه للنباتات الشكل ده مجمع كل الصفات السائده، بالنسبه للنبات لون البذور الاصفر سائد على اللون الاخضر. شكل البذرة الأملس سائد على شكل البذرة المجعد. لون القرن الأخضر، لون القرن عكس لون البذرة، اللون الأخضر سائد على اللون الأصفر. شكل القرن المنتفخ سائد على شكل القرن المحزز. طول الساق سائد على قصر الساق. لون الأزهار الأحمر سائد على لون الأزهار الأبيض. وضع الزهرة الجانبي سائد على وضع الزهرة الطرفي. ده بالنسبة للنبات. في الإنسان عندنا الصفات السائدة، أول صفة عندنا الشعر المجعد سائد على الشعر الناعم، 2 الشعر الأسود سائد على الشعر الفاتح أو البني. العيون الواسعة سائدة على العيون الضيقة، العيون البنية سائدة على العيون الملونة. شحمة الأذن الإيه؟ المنفصلة سائدة على شحمة الأذن الملتحمة. وجود غمازات بالوجه سائد على عدم وجود الغمازات، عدم وجود النمش سائد على وجود النمش. يبقى لازم اكون عارف الجدولين الاثنين دول مهمين جدا لانه بيسالني فيهم. نيجي عندنا بالنسبه للحمض النووي، بيتركب الحمض النووي او عندنا بالنسبه للماده الوراثيه بتوجد في نواه الخليه فيما يسمى بالكروموسومات. الكروموسوم بيتركب كيميائيا من حاجتين، حمض نووي يسمى الدي ان ايه مرتبط مع البروتين. الحمض النووي بيتكون من أجزاء تسمى الجينات، هذه الجينات تتكون بدورها من وحدات أصغر تسمى النيوكليوتيدات. يبقى ده تركيب الحمض النووي، إيه هي الجينات؟ أجزاء من الحمض النووي الدي إن إيه موجودة بالكروموسومات ومسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية للكائن الحي. أما النيوكليوتيدة هي وحدة بناء الحمض النووي الدي إن إيه، ده بهذا الشكل، ده شكل الكروموسوم، وادي عندنا الدي ان ايه بيتكون من وحدات بنائيه صغيره تسمى النيوكليوتيدات. عندنا مجموعه من العلماء او اللي عندنا عالمين مع بعض، هما العالمان واتسون وكريك. ايه عملوا ايه؟ قام بوضع نموذج يوضح تركيب الحمض النووي الدي ان ايه، بيتركب من شريطين ملتفين حول بعضهما فيما يسمى بالحلزون المزدوج. العالمان بذل وتاتهم اكتشف كيفية تحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية المسؤولة، وبذلك حصل على جائزة نوبل. هنا ده بالنسبة للعالمين الاثنين الموجودين عندنا. الجين بيعطي إنزيم، وهذا الإنزيم مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي، هذا التفاعل الكيميائي بينتج عنه بروتين معين، هذا البروتين هو المسؤول عن إظهار الصفة الوراثية المحددة. أبنائي وبناتي، فاصل قصير، انتظرونا بعد الفاصل.
أحبائي رجعنا من الفاصل وما زلنا بنستكمل موضوع حلقتنا النهاردة. بالنسبة لي عندنا ما يسمى بالأرز المعدل جينيا، اكتشف العلماء إصابة حوالي 500,000 شخص سنويا بفقدان البصر. إيه السبب؟ لأن وجدوا أن هؤلاء الأشخاص بيعتمدوا على الأرز كغذاء رئيسي لهم. نتيجة اعتمادهم على الأرز كغذاء رئيسي هنا بينتج نقص فيتامين ألف في الغذاء، يبقى هنا كانوا بيعانوا من نقص فيتامين ألف أو مادة تسمى برو فيتامين ألف الموجودة في هذه المادة هي المسؤولة عن فقدان البصر. استطاع العلماء بما يسمى بالهندسة الوراثية أو إنتاج أرز معدل جينيا، بحيث أن هذا الأرز بيستطيع تكوين مادة برو فيتامين ألف المعروفة باسم الكاروتين، والتي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين ألف، وبذلك تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يصابوا بفقدان البصر. في عندنا مشروع الجينوم البشري، وهنا هذا المشروع كان بيهتم به أو ما يسمى بالخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية. هذا المشروع كان بيهدف إلى 4 أهداف: تحديد جميع المورثات البشرية ووظائفها المختلفة، التعرف على الجينات المختصة ببعض الأمراض زي مرض السكر أو الأمراض العقلية أو السرطان، تحديد تأثير ما يسمى بالطفرات على الجينات، 4 فهم بيولوجية الإنسان والتعرف على الاختلافات الفردية في الجينوم البشري من فرد إلى آخر. نتائج المشروع إيه بقى النتيجة اللي توصلت لها؟ تشابه البشر في أكثر من 99% من تركيب الحمض النووي الدي إن إيه، والنسبة الضئيلة جدا هي سبب الاختلافات الفردية زي لون الجلد ولون العيون والطول. هذه النسبة الضئيلة بتؤثر بشكل كبير في تقبل الفرد للمؤثرات البيئية الضارة كالبكتيريا والفيروسات والسموم والكيماويات والأدوية. ننتقل إلى الوحدة الرابعة بعنوان الهرمونات. إيه هي الهرمونات عندنا؟ مفهوم الهرمونات بنقول عليها هنعرف غدد صماء. إيه هي أهم الغدد الصماء؟ هنعرف ما يسمى بالخلل الهرموني والأمراض الناتجة عنه، وهنتعرف ما يسمى بتخليق هرمون النمو. أول حاجة عندنا الغدد اللي موجودة في جسم الإنسان بتنقسم إلى نوعين اتنين: غدد قنوية وغدد لا قنوية أو غدد صماء. موضوع دراستنا هي الغدد الصماء أو اللا قنوية، ومن أمثلتها الغدة النخامية، الغدة الدرقية، البنكرياس، الغدة الكظرية، وفي عندنا ما يسمى بالغدد التناسلية. أنواع الغدد زي ما قلنا غدد صماء لا قنوية وغدد غير صماء أو قنوية. الغدد اللا قنوية إيه هي؟ غدد لا قنوية تصب إفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة، أما الغدد القنوية بتصب إفرازاتها في قناة خاصة. زي عندنا البنكرياس بنقول عليه غدة قنوية ولا قنوية. غدة قنوية ليه؟ لأنه بيفرز عصارة بنكرياسية في الاثنى عشر ودي بتساعد في هضم الطعام. وغدة لا قنوية لأنه بيفرز هرمونين اتنين، واحد اسمه أنسولين والتاني اسمه جلوكاجون، ودول بيصبهم في الدم مباشرة. الهرمونات مواد أو رسائل كيميائية بتضبط وتنظم وتنسق معظم الأنشطة والوظائف الحيوية في جسم الكائن الحي. بيفرز جسم الإنسان أكثر من 50 هرمون. الخلايا اللي بتأثر فيها الهرمون بنقول عليها خلايا مستهدفة، ودي بيكون دايما غالبا بعيدا عن موقع الغدة الصماء، والدم هو السبيل الوحيد لإفراز أو لوصول الهرمونات إلى هذه الخلايا المستهدفة. ده بالنسبة لي أهم الهرمونات الموجودة عندنا. نبدأ نشوف أهم الغدد الصماء أو الغدة عندنا الغدة النخامية أو ما يسمى بسيدة الغدد الصماء أو الغدة الرئيس. 2 الغدة الدرقية، 3 عندنا غدة البنكرياس، 4 الغدتان الكظريتان، 5 غدة الخصية أو غدة المبيض. دول عندنا 5 غدد أهم غدد هندرسهم هذه المرحلة. أول حاجة عندنا بالنسبة للغدة الصماء، بيحدث نتيجة عمل هذه الغدة بشكل غير طبيعي قد يسبب ما يسمى خلل هرموني. فالخلل الهرموني بنعرفه هو زيادة أو نقص إفراز أحد الهرمونات نتيجة عمل الغدة الصماء المسؤولة عنه بشكل غير طبيعي. الغدة النخامية أو سيدة الغدد الصماء أو الغدة الرئيس. ليه بيطلق عليها سيدة الغدد؟ لأنها تفرز مجموعة من الهرمونات تنظم وتتحكم في عمل الغدد الأخرى، يبقى هي اللي بتتحكم في كل الغدد اللي موجودة عندنا. إيه أهم إفرازاتها عندنا؟ موجودة فين؟ أسفل المخ، أو زي ما احنا شايفينها كده تحت المخ، وتتكون في حجم حبة الحمص، يبقى قد حبة الحمصة كده، وتتكون من فصين
وتفرز العديد من الهرمونات. اول هرمون عندنا اهو، هرمون بيتحكم في كميه الماء فين في الدم، مسؤوله عن افراز هرمون النمو، وده يعتبر الهرمون الاساسي بتاعها. تفرز مجموعه من الهرمونات المنشطه زي ايه عندنا اهو، يبقى هنا هرمون النمو وده الهرمون الاساسي. هرمون منشط للغده الدرقيه عشان تفرز الهرمونات بتاعتها، هرمون منشط للغده الكظريه، هرمون منشط للغدد التناسليه عند البلوغ، يبقى كده كام هرمون منشط؟ ثلاثه هم. هرمون منشط للغدد الثدييه لافراز اللبن اثناء الرضاعه بعد الولاده مباشره، يبقى هنا كده اربع هرمونات منشطه. هرمون منظم لكميه الماء بالجسم ده الهرمون الخامس، هرمون ميسر لعمليه الولاده ده الهرمون السادس، بالاضافه الى الهرمون الرئيسي وهو هرمون النمو. بالنسبه لهرمون النمو هو المسؤول عن تنظيم النمو العام للجسم، بيعمل على نمو العظام والعضلات والاطراف. مظاهر الخلل في افراز هرمون النمو في مرحله الطفوله هيبقى عندي نوعين اتنين من الخلل، مرض العملاقه ومرض القزامه. امتى بيصاب الانسان؟ زي ما احنا شايفين اهو، هذا الشخص عملاق وده عندنا ده قزم، وده موجودين هنا الاثنين، كان لهم زياره عندنا في القاهره لاهرامات الجيزه. مرض العملاقه ومرض القزامه، ايه السبب عندنا او هنا؟ مرض العملاقه بينتج نتيجه ايه؟ زياده افراز هرمون النمو في مرحله الطفوله. طب القزامه؟ نقص افراز هرمون النمو من الغده النخاميه في مرحله الطفوله. ايه النتيجه؟ نمو مستمر في عظام الاطراف فيصبح الشخص عملاقا، طوله بيزيد عن 2 متر. طب هنا النتيجه ايه عندنا؟ توقف نمو الجسم فيصبح الشخص قزما، بيقل طوله عن متر وممكن يقل عن نص متر كمان. ادي عندنا بعض الصور لاشخاص ايضا اهو، ده كده عملاقه وهنا القزامه اللي موجوده عندنا. رقم 2 الغده الدرقيه، موجوده فين الغده الدرقيه؟ زي ما احنا شايفين كده بتشبه الفراشه، وتوجد فين؟ على جانبي القصبه الهوائيه في مقدمه العنق اسفل الحنجره، دي اسمها الغده الدرقيه. بالنسبه للغده الدرقيه عندنا قلنا بتتكون من فصين وتشبه الفراشه، بتفرز ايه عندنا؟ هرمونين اثنين، اول هرمون اسمه هرمون السيروكسين او ما يسمى بالدرقين، رقم 2 هرمون الكالسيتونين، وده جاي من الكالسيوم. هرمون السيروكسين ده عندنا مسؤول عن ايه وظيفته؟ مسؤول عن عملية التحول الغذائي وانطلاق الطاقة. طب هرمون الكالسيتونين بينظم مستوى الكالسيوم في الدم، هو المسؤول عن ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. مظاهر الخلل اللي موجودة عندنا بالنسبة لعنصر الطعام بتاعنا لابد ان يحتوي على عنصر اليود، ليه؟ لانه يدخل في تركيب هرمون السيروكسين اللي بتنتجه الغدة الدرقية. مظاهر الخلل عندنا يا اما زياده او نقص، في حاله عندنا اهو زي ما احنا ادي الغده الطبيعيه وهنا غده، ده طبعا هنا في خلل افراز اهو زي ما احنا شايفين الغده شكلها ازاي، في تورم للغده اللي موجوده عندنا وده بيؤدي الى تضخم العنق، الرقبه كده بتلاقيها ضخمه شويه او كبيره. بيسبب الاصابه عندنا بمرض الجويتر او ما يسمى بالتضخم، يبقى اسمه جويتر او تضخم، وهنا عندي نوعين اتنين من مرض الجويتر. يا إما تضخم جويتر بسيط أو تضخم بسيط أو جويتر تضخم جحوظي. التضخم أو الجويتر البسيط السبب عندنا نقص إفراز هرمون السيروكسين من الغدة الدرقية. الأعراض بتاعته هتكون إيه؟ أهو زي ما إحنا شايفين تضخم الغدة الدرقية وتضخم العنق. يبقى ده هنا جويتر بسيط، العنق متضخمة وتضخم الغدة نفسها. النوع الثاني عندنا بيسمى بمرض الجويتر او التضخم الجحوظي، ومن الاسم كده عندنا ايه سببه؟ زياده افراز هرمون السيروكسين من الغده الدرقيه. الاعراض اول حاجه عندنا زي ما احنا شايفين كده تضخم الغده الدرقيه وجحوظ العينين ونقص الوزن وسرعه الانفعال. طب ليه نقص الوزن؟ لان الهرمون ده بيعمل ايه؟ بيعمل على طول تمثيل غذائي للاكل، فالاكل اللي الانسان بيتناوله بيتحرق على طول دايما، فمفيش تخزين لهذا الجزء، ودايما الشخص بيكون سريع الانفعال زي ما احنا شايفين اهو، ده كده اعراض للجويتر الجحوظي. نيجي عندنا بالنسبه للغدتان الكظريتان، ودي موجوده فين عندنا؟ بتوجد فوق الكليتين، عندنا كليتين فوق الكليه موجود الغده، يبقى عند كليتين يبقى عندنا غدتان كظريتان. الافراز بتاعهم عندنا طبعا هنا بتفرز هرمون الطوارئ او ما يسمى بهرمون الادرينالين. ليه بيقولوا عليه هرمون الطوارئ؟ لانه بيحفز الجسم للاستجابه لحالات الطوارئ السريعه زي الخوف او الغضب او الانفعال، فهنا بيدي للانسان طاقه بحيث ان هو ينقذه من هذا الموقف اللي موجود عندنا. بتستجيب الغده النخاميه بافراز الهرمون المنشط للغدتان الكظريتان،
فتقوم بإفراز هرمون الأدرينالين اللي بيحفز أعضاء الجسم للاستجابة للمواقف الطارئة، زي ما احنا شايفين اهو الأسد اللي بيجري وراه هنا، فعلى طول بيفرز هرمون الايه الأدرينالين، يدي للإنسان هنا طاقة بحيث انه يسبق الأسد حتى لا يتعرض للايه للافتراس. الغدد التناسلية عندنا بالنسبة للذكر هيبقى عندهم ايه اسمهم ايه الخصيتان او غدتا الخصة، عندنا خصيتين اتنين بتفرز هرمون الذكورة او ما يسمى بالتستوستيرون، وده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الذكر او ما يسمى بمظاهر البلوغ. ده شكل الخصيتين الاتنين الموجودين عندنا. بالنسبة للأنثى يبقى هنا غدتا المبيض أو المبيضان، إيه الوظيفة بتاعتهم؟ بيفرز هرمونين اتنين عندنا، هرمون الأنوثة أو ما يسمى بالإستروجين، وده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الأنثى. الهرمون التاني هرمون البروجستيرون، وده مسؤول عن تحفيز نمو بطانة الرحم عند حدوث الحمل. البنكرياس، بالنسبة للبنكرياس عندنا بقى فيه مهم جدا نعرف غدة البنكرياس بتقع فين؟ تقع بين المعدة والأمعاء الدقيقة. غدة البنكرياس عندنا بتفرز هرمونين اتنين، واحد اسمه أنسولين وعكسه أو المضاد بتاعه اسمه الجلوكاجون، يبقى الهرمونين الاتنين دول عكس بعض، لذلك بيقال على غدة البنكرياس بأنها غدة مزدوجة الوظيفة. إمتى البنكرياس يفرز هرمون الأنسولين؟ عند زيادة نسبة سكر الجلوكوز في الدم. يبقى زادت نسبة الجلوكوز في الدم يقوم البنكرياس يفرز أنسولين. الأنسولين بيعمل إيه بقى؟ خفض نسبة سكر الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي عن طريق إيه؟ حاجتين اتنين، بيحفز خلايا الجسم إلى استهلاك السكر الزائد في توليد الطاقة، رقم اتنين يحفز خلايا الكبد على تخزين السكر الزائد على هيئة جليكوجين، ده عندنا بالنسبة للأنسولين. طيب رقم اتنين عندنا هرمون الجلوكاجون عكس الانسولين، امتى يفرز؟ لما بتقل نسبة سكر الجلوكوز في الدم. طب هو وظيفته ايه بقى هرمون الجلوكاجون؟ رفع مستوى سكر الجلوكوز في الدم الى المستوى الطبيعي. يبقى انا مستوى السكر انخفض يقوم الجلوكاجون يرفعه لي عن طريق ايه العكس بقى، بيحفز خلايا الكبد على تحويل الجليكوجين المخزن الى سكر جلوكوز بيستفيد منه خلايا الجسم. ده عندنا بالنسبة للبنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة، ليه؟ لأنه يفرز هرموني الأنسولين والجلوكاجون وكلاهما مضاد لعمل الآخر. البنكرياس غدة قنوية ولا قنوية أو غدة مختلطة؟ هقول له إيه؟ أول حاجة عندنا غدة قنوية ليه؟ أو لا قنوية؟ لأنه يفرز هرموني الأنسولين والجلوكاجون في الدم مباشرة، وقنوية لأنه يفرز العصارة البنكرياسية في الاثنى عشر والتي تساعد في هضم الطعام. ده عندنا بالنسبة لي شكل البنكرياس بيبقى شكل ورقة الشجر بهذا الشكل، وقلنا بيقع بين المعدة والأمعاء الدقيقة. مظاهر الخلل في إفراز هرمون الأنسولين، إيه اللي بيحصل عندنا؟ هو خلل واحد وهو ما يسمى مرض البول السكري، وده بينتج نتيجة إيه؟ حالة مرضية تحدث نتيجة نقص إفراز هرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة نسبة سكر الجلوكوز في الدم وخروجه مع البول. أعراضه الشعور الدائم بالعطش، رقم اتنين كثرة التبول. ده عندنا بالنسبة للخلل الهرموني في إفراز هرمون الأنسولين، ده ما يسمى بمرض البول السكري. وطبعا هنا بيعالج مريض البول السكري أو ما يسمى مرض السكر بحقن الأنسولين عشان يعوض نقص الأنسولين الموجود عنده بهذا الشكل. لو جينا عندنا بالنسبة لهرمون النمو، عندنا طبعا اكتشف العلماء ان سبب القزامة بيرجع لعجز الغدة النخامية عن افراز هرمون النمو اثناء مرحلة الطفولة، وبالتالي استطاع العلماء نتيجة تجارب معينة ان يقوموا بتخليق هرمون النمو وحقن هؤلاء الاشخاص في مرحلة الطفولة، وبالتالي تم التغلب على مشكلة القزامة بهذا الشكل. نبدأ بقى ابنائنا نبدأ نشوف شكل الاسئلة اللي موجودة عندنا وازاي طبيعة الاسئلة وازاي نتعامل معها. احنا كده حبينا نوضح لكم بس او نعمل مراجعة سريعة او تلخيص لمقرر الفصل الدراسي الثاني. رقم اتنين عندنا تعالوا بقى نتعرف شكل الاسئله الموجوده ازاي. اول شكل عندنا اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. عند تسخين هيدروكسيد النحاس نحصل على كربونات نحاس وبخار ميه، اكسيد نحاس وبخار ميه، نحاس وهيدروجين، اكسيد نحاس وهيدروجين. احنا قلنا هيدروكسيد النحاس بينحل الى حاجتين اتنين، اكسيد نحاس وبخار ميه، يبقى اذا الاجابه بتاعتي هي اكسيد نحاس وبخار الماء.
تحل الفلزات النشطة محل هيدروجين الماء وينتج ايه؟ ويتصاعد غاز الهيدروجين. خلي بالك هنا، فلز هيطرد الهيدروجين بتاع المي، خد الاتش هيفضل ايه هنا؟ هيتكون هيدروكسيد الفلز. يبقى فلز لما يتفاعل مع المية بيديني هيدروكسيد فلز ويتصاعد غاز مين؟ الهيدروجين. تنقسم تفاعلات الاحلال المزدوج الى، الاحلال المزدوج قلنا عندنا كم نوع؟ 3 انواع، حمض مع قلوي وحمض مع ملح وملح مع ملح. يبقى اذا الاجابه جميع ما سبق. عند تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضه يتكون راسب، هنا الراسب هيبقى لونه ايه؟ راسب ابيض من كلوريد الفضه. عند امرار غاز الهيدروجين على اكسيد النحاس الساخن تتكون ماده حمراء من الهيدروجين، لما يعدي على اكسيد النحاس هيعمل ايه؟ هياخد منه الاكسجين ويتساب مين؟ ويتساب عنصر النحاس. وهنا بنقول حصل للهيدروجين عمليه اكسده لانه اتحد مع الاكسجين، اما اكسيد النحاس حصل له عمليه اختزال لانه اختزل الى نحاس. العامل المؤكسد هو ماده تعمل ايه؟ انا ناسي. يعني ايه عامل مؤكسد؟ احنا اتفقنا مع بعض عامل مؤكسد يعني يحصل له عمليه اختزال. ايه هو الاختزال؟ عمليه كيميائيه بينتج عنها نقص الاكسجين او زياده الهيدروجين او اكتساب الكترون. طب عشان الاكسجين يقل يقوم يعمل ايه عندنا؟ لازم يمنحه. يبقى اذا العامل المؤكسد هو ماده، اهو من اسمه عامل مؤكسد، عنده اكسجين يعمل ايه فيه؟ اللي عنده ده بيعمل ايه؟ بيمنح، يبقى يمنح اكسجين. طب ينفع تنزع اكسجين؟ لا. يمنح هيدروجين؟ لا. يبقى هنا الاجابه تم. الاكسده عمليه كيميائيه ينتج عنها زياده نسبه غاز ايه في الماده؟ من الاسم اكسده، يبقى بتزيد نسبه غاز الاكسجين في الماده. عندما تفقد ذره الصوديوم الكترون مستوى طاقتها الخارجي فانها تتاكسد ولا تصبح عامل مختزل ولا تختزل ولا تتاكسد وتصبح عامل مختزل. احنا اتفقنا مع بعض ان الفقد اكسده، يبقى هي لما تفقد يبقى يحصل لها عمليه اكسده، ولما تبقى حصل لها اكسده بسميها عامل مختزل. يبقى اذا الاجابه هيحصل ايه؟ تتاكسد وتصبح عامل مختزل. من العوامل المؤثره في سرعه التفاعل الكيميائي احنا قلنا عندنا 4 عوامل: تركيز متفاعلات، طبيعه متفاعلات، درجه حراره، عوامل حفازه وانزيمات. هنا جاب لي 3 عوامل وجميع ما سبق، يبقى اذا هختار جميع ما سبق. العامل الحفاز مادة تغير من سرعة التفاعل لأنه يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، يرتبط بالمتفاعلات ثم ينفصل عنها لتكوين النواتج، لا يحدث له أي تغير كيميائي أثناء التفاعل جميع ما سبق. دي كلها خواص للعامل الحفاز، يبقى إذن الإجابة جميع ما سبق. في بداية التفاعل يكون تركيز المتفاعلات كم في المية؟ خلي بالي بداية التفاعل أنا لسه هبدأ أهو، المواد المتفاعلة اللي داخلة تتفاعل تركيزها هيكون كام؟ 100%، لكن لو النواتج يبقى 0%. لقياس شدة التيار يستخدم جهاز، خلي بالك بقى عشان أنا عندي هنا مجموعة من الأجهزة عايز أتعرف على استخدامها. شدة التيار الجهاز بتاعي اسمه إيه؟ الأميتر. يبقى الجهاز اللي بيقيس شدة التيار اسمه الأميتر. طب فرق الجهد أو فرق فافه، يبقى الجهاز اسمه إيه؟ فولتاميتر. لقياس المقاومة فيها ميم، يبقى الجهاز اسمه اوموميتر او اوميتر. يبقى هنا 3 اجهزة: الاميتر بيقيس شدة التيار اللي كان رمزها ت، فولتاميتر بيقيس فرق الجهد اللي رمزها جيم او بيقيس قاف دال كاف اللي هي قوة الدفع الكهربائية. المقاومة الجهاز بتاعها اسمه اوميتر. تقاس المقاومة الكهربية بوحدة، هنا انا عايز الوحدة بقى، وحدة المقاومة اسمها ايه؟ اوميتر. يبقى المقاومة اسمها او الوحدة بتاعتها اسمها او. شدة التيار يبقى الوحدة اسمها أمبير. القوة الدافعة أو فرق الجهد يبقى الوحدة اسمها الفولت. يبقى هنا المقاومة بالأوم، القوة الدافعة أو فرق الجهد بوحدة الفولت، شدة التيار بوحدة اسمها الأمبير. للتحكم في قيمة المقاومة الكهربية بالدائرة الكهربية يستخدم جهاز أميتر ولا فولتاميتر ولا أوموميتر ولا ريوستات. احنا لسه قايلين الأميتر بقيس ايه؟ شدة التيار. فولتاميتر بيقيس فرق جهد او قوه دفع كهربيه. اوموميتر بيقيس مقاومه كهربيه. طب انا عايز هنا اقيس؟ لا، ده انا عايز اتحكم. يبقى الجهاز بتاعنا اسمه ايه؟ الريوستات المنزلقه، او بنقول عليها مقاومه متغيره. لتوليد تيار متردد بستخدم جهاز مين؟ مين اللي بيديني تيار متردد؟ الدينامو. طبعا الريوستات والاميتر ما فيش، فاضل الدينامو والعمود الجاف.
لتوليد تيار مستمر بيستخدم مين؟ العمود الجاف او البطارية، او زي ما كنا بنقول عليها اسمها خلايا كهروكيميائية. في الدينامو تحول الطاقة او تتحول الطاقة ايه الى طاقة كهربية. الدينامو بيعمل ايه؟ بياخد الطاقة الحركية ويحولها الى طاقة كهربية. اكتشفت ظاهرة النشاط الاشعاعي بواسطة العالم اوم ولا بيكوريل ولا امبير ولا مندل، يبقى العالم عندنا اسمه بيكوريل. من خصائص التيار المتردد انه ثابت الشدة، متغير الاتجاه، متغير الشدة، متغير الشدة والاتجاه، يبقى هي دي الاجابة الاصح. هو متغير الاتجاه، متغير الشدة، لكن عندي اجابة بتجمع الاتنين مع بعض، يبقى هي دي الاجابة السليمة. اجزاء من الدي ان ايه الموجود في نواة الخلية هي، طالما قال لي اجزاء من الحمض نواة الدي ان ايه بسميها الجينات. يتركب نقط كيميائية من حمض نووي يسمى الدي ان ايه، مندمج مع بروتين. ده مين ده؟ ده الكروموسوم. طب انا ما عنديش في الاجابة كروموسوم، يبقى اذا لا توجد اجابة صحيحة او الاجابة الصحيحة غير موجودة. ليه؟ لان اللي بيتكون من هذا الحمض النووي الدي ان ايه والبروتين هو الكروموسوم، وانا ما عنديش في الاختيارات الكروموسوم. الهرمون الذي يسبب نقصه تضخم الغدة الدرقية هو استروجين، بروجستيرون، تستوستيرون، الثيروكسين. يبقى الغدة الدرقية الهرمون بتاعها اسمه الثيروكسي. الهرمون الذي يحفز أعضاء الجسم للاستجابة لحالات الطوارئ هو مين؟ الأدرينالين. ده بنقول عليه هرمون الطوارئ. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الذكر يبقى اسمه ايه؟ التستوستيرون. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الأنثى هو استروجين. أمال البروجسترون ده بتاع إيه؟ بتاع تحفيز نمو بطانة الرحم، لكن ظهور الصفات الجنسية هو استروجين. الهرمون الذي يحفز تخزين سكر الجلوكوز في الجبد هو، يبقى أنا هنا عايز أخزن السكر الزيادة، يبقى الهرمون مين اللي بيخزن؟ الأنسولين. الهرمون الذي ينظم كمية الكالسيوم في الدم هو كالسيوم، يبقى الكالسيتونين. ده الهرمون اللي بينظم كمية الكالسيوم فين؟ في الدم، وده بيفرز من الغدة الدرقية. سؤال آخر، ده علامة صح أو علامة خطأ مع تصويب الخطأ، يبقى هنا هحط صح أو خطأ. طب لو العبارة خطأ يبقى لازم أصوب الخطأ. الكولوم هو وحدة قياس فرق الجهد، طبعا الإجابة هنا خطأ. طب أغير مين؟ يا إما أغير كلمة كولوم وأقول الفولت، أو أشيل كلمة فرق الجهد وأقول كمية الكهربية. يبقى هنا السؤال ممكن يتحل بطريقتين والاثنين صح. انا هشيل الكولوم واحط بدلها ايه؟ الفولت. نقص افراز هرمون السيروكسين يسبب تضخم جحوظي. النقص بيقول لي بيعمل تضخم جحوظي، لا، يبقى هنا الاجابه خطا. امال ايه عندنا؟ هقول هنا ايه؟ زياده افراز، يبقى بدل نقص هيبقى زياده. ينتج الدينامو تيار كهربي متردد. الدينامو بيديني تيار كهربي متردد، الاجابه صحيحه. في العمود الجاف تتحول الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربية، يبقى حجر البطارية ده جواه طاقة مغناطيسية تتحول لطاقة كهربية، طبعا الإجابة هنا غير صحيحة. أمال الصح إيه؟ هنا بقى المغناطيسية هتستبدل بكلمة الطاقة الكيميائية، وعشان كده هنقول عليها خلايا كهروكيميائية بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. الأكسدة والاختزال عمليتان متلازمتان وتحدثان في وقت واحد، الإجابة صحيحة. تعتبر صفة الالتفاف الأنبوبي للسان من الصفات السائدة في الإنسان، قلنا صفة القدرة على أن اللسان أن أنا لف اللسان دي صفة سائدة. القزامة نمو مستمر في عظام الأطراف فيصبح الشخص عملاق، طبعا لا، ده هنا مين عندنا؟ يبقى العبارة خطأ. بدل القزامة هقول عندنا العملاقة. الهرمونات تفرزها الغدد القنوية، طبعا الإجابة هنا خطأ، الهرمونات تفرزها الغدد اللاقنوية أو أقول عليها الغدد الصماء. سؤال آخر، أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. وهنا عشان تكمل العبارة لازم تكون حافظ أو فاهم الجزء اللي أنت مذاكره عشان نبدأ نشوف إزاي هنكمل إجابة صحيحة. عند إمرار غاز الهيدروجين على أكسيد نحاس ساخن يتحول أكسيد النحاس إلى مادة إيه؟ يبقى قلنا أكسيد النحاس الهيدروجين لما يعدي عليه خد منه الأكسجين، يقوم يفضل عندنا مين؟ النحاس. عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم يتكون راسب أبيض من إيه اللي هيحصل؟ هنبدل النترات مكان الكلوريد والكلوريد مكان النترات، يبقى الراسب الأبيض هيبقى من كلوريد الفضة، وده طبعا ده تفاعل إحلال مزدوج، محلول ملح مع محلول ملح آخر.
الكروموسوم او الصبغي يتركب كيميائيا من حمض نووي يسمى نقط مرتبط مع نقط. يبقى الكروموسوم قلنا عباره عن حمض نووي، اسمه ايه الحمض النووي؟ دي ان ايه، مرتبط مع بروتين. تنحل نترات الامونيوم بالحراره الى نقط ونقط. طب احنا ما خدناش نترات الامونيوم، احنا خدنا نترات الصوديوم. نفس الاجابه، شيل الصوديوم وحط بدلها امونيوم. النترات هتنحل الى نيتريت الامونيوم، ويتصاعد غاز مين؟ غاز الاكسجين. يبقى بدل الصوديوم هحط امونيوم. نقص افراز هرمون مين يسبب القزامه؟ يبقى هنا المسؤول عن القزامه هو هرمون مين؟ النمو. والكلام ده فين؟ في مرحله الطفوله. اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التاليه. يبقى ده سؤال هيبقى موجود، اكتب المصطلح العلمي. كميه الكهربية المتدفقه عبر مقطع من موصل في الثانيه الواحده، يبقى ده هنا مين؟ ده شده التيار الكهربي. حالة الموصل الكهربي التي تحدد اتجاه انتقال التيار الكهربي منه او اليه اذا ما وصل بموصل اخر، يبقى الحالة دي بسميها ايه؟ الجهد الكهربي لموصل، اقول عليها الجهد الكهربي، ما اقولش عليها فرق الجهد. فرق الجهد الكهربي عند بذل شغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم، او فرق الجهد الكهربي الناتج عن مرور تيار كهربي شدته 1 امبير ومقاومته 1 اوم. دايما لما تلاقي 1 و1 يبقى تجيب الوحدة الثالثة. 1 جول و1 كولوم، يبقى انا هنا بتكلم عن مين؟ عن الفولت، او امبير واوم، يبقى هنا ده تعريف الفولت، ما اقدرش اقول ده فرق الجهد لان هو بيقول لك فرق الجهد اهو. يبقى فرق الجهد لما ابذل 1 جول عشان انقل كمية مقدارها 1 كولوم، يبقى ده اسمه الفولت. مقاومة موصل يمر فيه تيار كهربي شدته 1 امبير وفرق الجهد بين طرفي 1 فولت، 1 امبير و1 فولت، يبقى اذا المصطلح هنا ده تعريف الأوم. الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي في الموصل، أو النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في الموصل. يبقى لما أقسم جيم على ت بتديني مين؟ بتديني المقاومة الكهربية. يبقى هنا ليها تعريفين، تعريف ممانعة والتعريف الثاني حسب قانون أوم. صفات يكتسبها الفرد، خلي بالك من النقطة دي، صفات يكتسبها الفرد أثناء حياته ولا تنتقل من الآباء إلى الأبناء، بيقول لا تورث، يبقى أقول عليها صفات مكتسبة. عملية التحول التلقائي لأنوية ذرات العناصر المشعة محاولة منها للوصول إلى تركيب أكثر استقرارا، دي بسميها ظاهرة النشاط الإشعاعي الطبيعي، ظاهرة النشاط الإشعاعي الطبيعي. مواد أو رسائل كيميائية تفرزها الغدد الصماء بتضبط وتنسق معظم وظائف وأنشطة جسم الكائن الحي، المواد دي بسميها إيه؟ الهرمونات. تفاعلات كيميائية يحل فيها عنصر أكثر نشاطا محل عنصر آخر أقل منه نشاطا في أحد محاليل الأملاح، بيقول لي يحل فيها عنصر، يبقى دي اسمها تفاعلات الإحلال البسيط. عملية كيميائية ينتج عنها زيادة نسبة الهيدروجين أو نقص نسبة الأكسجين أو اكتساب إلكترون، خلي بالك هنا زيادة نسبة مين؟ الهيدروجين مش الأكسجين. طب تعالى الأكسجين بيحصل له إيه؟ بينقص الأكسجين أو بكتسب، يبقى إذا دي عملية الإيه هنا؟ عملية الاختزال. المادة التي تعطي هيدروجين أو تنزع الأكسجين أو تفقد إلكترونات، إحنا قلنا الفقد أكسدة، يبقى ده عامل، طالما قال لي مادة أو العامل، وعامل نوعه إيه؟ مختزل. التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن، ده تعريف سرعة التفاعل الكيميائي أو معدل التفاعل الكيميائي. كمية الكهربية الناتجة عن مرور تيار كهربي شدته 1 أمبير عبر مقطع من موصل في 1 ثانية، 1 أمبير 1 ثانية، وانا بتكلم عن كمية الكهربية، يبقى تقدر كمية الكهربية واحدة اسمها ايه؟ الكولوم. الغدد التي تصب افرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة دون وجود قناة، بقول عليها غدد صماء او بنقول عليها غدد لا قنوية. اجزاء من الحمض النووي الدي ان ايه توجد في نواة الخلية ومسؤولة عن اظهار الصفات الوراثية، هذه الاجزاء تسمى الجينات، ودي موجودة فين؟ على الكروموسومات. تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح ومية يسمى تفاعل التعادل، يبقى حمض قلوي وتكوين ملح ومية بسميه تفاعل التعادل. كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل، ده بسميها تعريف التفاعل الكيميائي.
تدفق الشحنات الكهربية خلال الموصلات الكهربية، شحنات كهربية ماشية عمالة تتدفق، يبقى ده بسميه تيار كهربي. أعضاء تفرز الهرمونات وتصبها في مجرى الدم مباشرة، هذه الأعضاء بسميها الغدد الصماء. ماذا يحدث عند، ركز معايا بقى هنا، السؤال ده بيقول لي ماذا يحدث عند، إيه اللي يحصل عند تلقيح أزهار نبات بازلاء تنتج بذور صفراء هجين مع بعضها. كلمة صفراء هجين يبقى إذا البذور دي صفراء غير نقية، يعني فيها واي كابيتال واي سمول. إيه اللي يحصل لما أجمعها كده؟ يبقى كده كأني بتكلم عن أفراد الجيل الثاني لمندل. إيه اللي بيحصل عندنا؟ تنتج نباتات بذورها صفراء وأخرى خضراء بنسبة 3 إلى 1، 3 أصفر إلى 1 أخضر، أو ممكن أقول بنسبة 75% أصفر إلى 25% أخضر. يبقى هنا هتظهر الصفتان ولكن بنسبة 3 إلى 1، 3 للصفة السائدة و1 للصفة المتنحية. ماذا يحدث عند تعرض جسم الإنسان لجرعات إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، قلنا لا تتجاوز عدة ساعات أو يوم؟ إيه اللي يحصل في الحالة دي؟ بيتدمر أربع حاجات عندنا. رقم 1، تدمير كل من نخاع العظام، الطحال، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي المركزي. يبقى الأربع أجهزة دول بيتدمروا، ده نتيجة إن الإنسان بيتعرض لجرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة. لما نخاع العظام بيحصل الكلام ده بيقل عدد خلايا الدم الحمراء، فلما بتقل تقوم تعمل إيه عندنا بقى؟ مظهر التأثير، الشعور بالإعياء وحدوث التهابات في متنوعة بالجسم مثل الحنجرة والجهاز التنفسي. رقم 3، غثيان ودوار وإسهال. لو الإنسان اتعرض لجرعة إشعاعية صغيرة خلال فترة زمنية طويلة بيحصل ثلاث حاجات، تأثيرات وراثية وتأثيرات بدنية وتأثيرات خلوية. التأثيرات الخلوية عندنا قلنا إيه؟ بيحصل تغير في تركيب خلايا الدم مثل تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم فيصبح غير قادر على حمل الأكسجين. التأثيرات البدنية إيه المقصود بيها؟ الإصابة بتغيرات بتطرأ على جسم الكائن الحي زي الإصابة بسرطان الجلد. الوراثية عندنا بيحصل تغير في تركيب الكروموسومات الجنسية للآباء وينتج عنها ولادة أطفال غير عاديين أو أطفال مشوهة. ماذا يحدث عند تسخين كمية من أكسيد الزئبق الأحمر؟ أكسيد الزئبق الأحمر لما سخنه بيحصل له إيه؟ بينحل بالحرارة إلى حاجتين اتنين، زئبق فض اللون ويتصاعد غاز الأكسجين. طب لو عايز المعادلة يبقى 2HGO سامة حرارة هيدينا 2HG زائد O2. الزئبق هنا لونه فض لكن أكسيد الزئبق لونه أحمر. ماذا يحدث عند تسخين كمية من نترات الصوديوم البيضاء؟ طالما قال لي تسخين بقول له تنحل بالحرارة إلى نيتريت صوديوم وده لونه أبيض مصفر ويتصاعد غاز الأكسجين، وإن غاز الأكسجين لو قربنا له شاذية مشتعلة بيحصل لها إيه؟ بيزداد توهج. المعادلة هو مش طالبها بس إحنا بنحطها لأن ممكن يطلبها. يبقى 2NaNO3 سهم عليه حرارة هيدينا 2NaNO2 زائد O2 يتصاعد. تسخين كمية من كبريتات النحاس الزرقاء، لما بنسخن كبريتات النحاس الزرقاء بيحصل لها ايه؟ بتنحل بالحرارة الى اكسيد نحاس اسود ويتصاعد غاز كبريتات، يبقى الغاز بتاعها اسمه ثالث اكسيد الكبريت. المعادلة بتاعتي هيبقى CuSO4 سهم حرارة هيدينا CuO زائد SO3 يتصاعد. تسخين كمية من هيدروكسيد النحاس الأزرق بينحل بالحرارة إلى أكسيد النحاس الأسود ويتصاعد بخار الماء. المعادلة CuOH الكل 2 حرارة هيدينا CuO زائد H2O يتصاعد. تسخين كمية من كربونات النحاس الخضراء برضو بيحصل لها ايه؟ بتنحل بالحرارة الى اكسيد النحاس الاسود وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. CuCO3 سهم حرارة هيدينا CuO زائد CO2 يتصاعد، وان غاز ثاني اكسيد الكربون بيعكر ماء الجير الرائق. ماذا يحدث عند وضع قطع صوديوم في المية؟ لو جبنا قطع صوديوم وقلنا طبعا ده هنا لما بنجيبها بنجيب قطع صوديوم في حجم حبة الحمص، فهنا لازم نقول وضع قطعة صغيرة من الصوديوم في الماء. ايه اللي بيحصل عندنا؟ بيحل الصوديوم محل هيدروجين الماء ويتكون هيدروكسيد صوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل. يبقى هذا التفاعل طارد للحرارة بيطلع حرارة، هذه الحرارة بتجعل غاز الهيدروجين المتصاعد يشتعل بفرقعة، وعشان كده بنقول هذا التفاعل خطر جدا، ولذلك بتستخدم قطعة صغيرة جدا من الصوديوم.
2NA زائد 2H2O هيدينا 2NaOH زائد H2 زائد هيت، الحرارة دي هي اللي بتؤدي إلى اشتعال غاز الهيدروجين. تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة، اللي بيحصل لما نحط ده على ده؟ بيحدث تبادل مزدوج ويتكون نترات الصوديوم وراسب أبيض من كلوريد الفضة. يبقى هنا بيتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة وإن بيحدث تبادل مزدوج. NaCl زائد AgNO3 بقسم كده المعادلة، المركب ده بقسمه نصين، موجب سالب موجب سالب، والموجب ده يروح مكان الموجب ده، يقوم يدينا NaNO3 زائد AgCl راسب أبيض. ماذا يحدث عند نقص إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة؟ هرمون النمو قل، يبقى يصاب الشخص بمرض القزامة. طب لو زاد إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة بيصاب الشخص بمرض العملاقة. يبقى هرمون النمو قل يبقى الشخص بيصاب بالقزامة، زاد بيصاب الشخص بمرض العملاقة. ماذا يحدث عند نقص إفراز هرمون السيروكسين؟ يبقى هنا هرمون السيروكسين قلنا ده مسؤول عن عملية التحول الغذائي وانطلاق الطاقة من الغذاء. لو نقص إفراز هرمون السيروكسين بيصاب الشخص بمرض الجويتر البسيط. طب لو زيادة إفرازه بيصاب الشخص بمرض الجويتر الجحوظي. ماذا يحدث عند نقص نسبة سكر الجلوكوز في الدم؟ نسبة سكر الجلوكوز في الدم قلت عن المستوى الطبيعي، ايه اللي بيحصل؟ بيفرز البنكرياس هرمون الجلوكاجون، اللي بيعمل ايه بقى؟ بيحفز الكبد على انه يحول الجليكوجين المخزن بداخله الى سكر جلوكوز، مما يؤدي الى عودة نسبة سكر الجلوكوز في الدم الى المستوى الطبيعي. طب لو زادت نسبة سكر الجلوكوز في الدم اللي يحصل؟ يقوم البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين. يبقى هنا البنكرياس له وظيفتين، أو هنا بيفرز هرمونين الاثنين عكس بعض. نسبة السكر قلت يفرز إيه؟ جلوكاجون. نسبة السكر زادت يفرز أنسولين. كل واحد له وظيفة بتختلف عن التاني. أعد كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما تحت خط. خلي بالك هنا هو ريحني وشدد خط تحت كلمة، يبقى أنا المفروض أغير الكلمة اللي تحتها خط، ما اشتغلش من دماغي. بتزداد سرعة التفاعل الكيميائي بخفض درجة الحرارة وشديد الخط تحت خفض. طب سرعة التفاعل الكيميائي تأثيرها على درجة الحرارة، العلاقة بينهم علاقة إيه؟ طردية. كل ما أرفع درجة الحرارة بتزيد السرعة، يبقى هنا تزداد بإيه؟ بزيادة أو برفع درجة الحرارة. تنحل معظم كربونات الفلزات إلى فلز وثاني أكسيد الكربون. إحنا قلنا الكربونات بتديني ثاني أكسيد الكربون، لكن ما تدينيش فلز، أمال بتديني مين؟ أكسيد الفلز. يبقى هنا بدل الفلز هقول له أكسيد الفلز. مقاومة الموصل الذي يسري في تيار شدته 1 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت هو 10 أوم. خلي بالك معايا هنا، بيقول لي عندي المقاومة بتاعت الموصل اللي التيار اللي ماشي فيه 1 أمبير وفرق الجهد 1 فولت، يبقى هنا المقاومة دي المفروض تبقى كام؟ 1 أوم وليس 10 أوم. في العمود الكهربي تتحول الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربائية. العمود ده أو اللي هو حجر البطارية، مش عمود الكهرباء اللي في الشارع، ده عمود إنارة، إنما كلمة عمود كهربي اللي هو حجر البطارية. ده بيحول الطاقة الإيه؟ الكيميائية إلى طاقة كهربية، وخلي بالك إن التيار الناتج منه بنقول عليه تيار مستمر. الصفات المكتسبة تنتقل من جيل لآخر. طبعا عندنا الصفات المكتسبة مش هي اللي بتنتقل، أمال الصفات مين؟ الوراثية. يبقى الصفات الوراثية هي التي تنتقل من جيل إلى آخر. يدخل عنصر الحديد في تركيب هرمون السيروكسين. احنا قلنا هرمون السيروكسين ده بيدخل في تركيبه عنصر مين؟ عنصر اليود، ولذلك معظم الدول بتضيف عنصر اليود الى الملح دلوقتي. ليه؟ لان هو ده الحاجة الوحيدة اللي هيضمن او الحكومة بتضمن ان جميع افراد الشعب بتستخدم الملح، ولذلك اضيف ليهم اليود. ليه؟ لتجنب الاصابة بمرض الجويتر البسيط او حدوث خلل في افراز هرمون السيروكسين. الغدة الدرقية تفرز هرمون ينظم نمو الأعضاء التناسلية للإنسان. خلي بالك هنا هرمون بينظم نمو الأعضاء. مين اللي بينظم عندنا؟ يبقى الغدة النخامية بتفرز هرمون منشط أو بينظم نمو الأعضاء التناسلية عند وصوله إلى سن البلوغ. الوحدة البنائية للحمض النووي الدي إن إيه تسمى الجينات. قلنا الوحدة البنائية اسمها النيوكليوتيدة وليس الجينات. الجينات ده اجزاء من الحمض النووي الدي ان ايه، ولكن وحده بناء الحمض النووي هي النيوكليوتيدا.
علل لما ياتي، ودي نوعيه اخرى من الاسئله. تتفاعل كتله معينه من براده الحديد مع الاحماض المخففه اسرع من تفاعل قطعه حديد لها نفس الكتله. ليه؟ تعالوا بينا اما نشوف. لان مساحه سطح براده الحديد المعرض للتفاعل اكبر من مساحه سطح قطعه الحديد. طب وبعدين؟ وسرعة التفاعل تزداد بزيادة مساحة سطح المادة المعرض للتفاعل. كل ما المساحة السطح زادت كل ما كان التفاعل أسرع، كل ما المساحة قلت كل ما كان التفاعل أبطأ. ولذلك مساحة سطح البرودة أكبر فيكون تفاعلها أسرع من قطعة الحديد. أدي المعادلة بتاعتي، هي مش مطلوبة ولكن احنا بنقولها برضو بنذكر. يبقى حديد Fe زائد 2 HCl، الحديد هيحل محل الهيدروجين يقوم يدينا FeCl2 زائد H2 يتصاعد. علل لما يأتي. احتراق سلك تنظيف الألمونيوم أو سلك تنظيف الأواني، وعلى فكرة السلك ده مصنوع من من الحديد وليس من الألمونيوم، ولكن هو بيقول عليه سلك ألمونيوم ليه؟ لأنه بيستخدم في تنظيف الأواني المصنوعة من الألمونيوم. يبقى احتراق سلك تنظيف الألمونيوم داخل مخبار مملوء بالأكسجين أسرع من احتراقه في الهواء الجوي. ايه السبب عندنا هنا؟ هنقول السبب هنا بيرجع الى التركيز. يبقى ليه؟ هنقول السبب لان تركيز الاكسجين بالمخبار اكبر من تركيزه في الهواء الجوي، وسرعة التفاعل تزداد بزيادة تركيز المتفاعلات. علل. تفاعلات المركبات الايونية سريعة بينما تفاعلات المركبات التساهمية بطيئة. هنا السؤال جزئين. المركبات الايونيه ليه تفاعلاتها سريعه؟ يبقى لازم اقول له ليه، وارجع اقول له ليه الايونيه ليه التساهميه بطيئه. يبقى المركبات الايونيه لانها تتفكك تلقائيا عند ذوبانها في الماء الى ايونات، اما المركبات التساهميه لا تتفكك الى ايونات وتوجد على هيئه جزيئات. اكمل بقى. والتفاعل بين الايونات اسرع من التفاعل بين الجزيئات. علل. تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة درجة الحرارة. ليه لما برفع درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل الكيميائي؟ السبب عندنا لزيادة عدد التصادمات المحتملة بين الجزيئات. طب ليه بيزيد عدد التصادمات؟ لأن لما برفع درجة الحرارة بكسب الجزيئات طاقة حركة. نتيجة لطاقة الحركة الزيادة بيبدأ يحصل إيه عندنا؟ تصطدم ببعضها، يقوم تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. علل لما يأتي. يتكون راسب أحمر عند إضافة المغنيسيوم إلى محلول كبريتات النحاس. بيقول لي لما أجيب مغنيسيوم أحطه على محلول كبريتات النحاس يترسب عندي مادة حمراء. إيه السبب عندنا؟ هنقول السبب عندنا لأن المغنيسيوم أنشط من النحاس فيحل محله ويتكون محلول كبريتات مغنيسيوم ويترسب النحاس الأحمر. يبقى المغنيسيوم دخل عمل ايه؟ طرد النحاس وقعد مكان، يوم يدينا مين؟ يدينا كبريتات مغنيسيوم ويترسب النحاس الاحمر. المعادله بتاعتي Mg زائد CuSO4 هيدينا MgSO4 زائد Cu وده راسب احمر. علل لما ياتي. يحل الصوديوم محل هيدروجين الاحماض المخففه. ليه الصوديوم يقدر يحل محل هيدروجين الاحماض المخففه او يحل محل هيدروجين الميه؟ الصوديوم ليه يقدر يطرد الهيدروجين؟ هقول كده لأن الصوديوم أكثر نشاطا من الهيدروجين، دي إجابة، أو لأن الصوديوم يسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. علل لما يأتي. على الرغم من أن الألمونيوم أنشط من الخرسين إلا أنه يتأخر عنه في التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. ليه بيتأخر عن عن الخرسين؟ إحنا قلنا ألمونيوم بيسبق الخرسين مباشرة في المتسلسلة، لكن ليه بيتأخر؟ قلنا لوجود طبقة من أكسيد الألمونيوم والتي تأخذ وقت حتى تنفصل عن الفلز ويصبح معرضا للتفاعل. يبقى الطبقة دي بتستغرق وقت ولذلك التفاعل بيبدأ بيكون بطيء، لكن بعد ما بنشيل هذه الطبقة بيبدأ يكون التفاعل سريع ويتصاعد عدد أكبر من فقاعات غاز الهيدروجين. علل لما يأتي. تستخدم الثلاجة في حفظ الأطعمة. ليه؟ لأن التبريد يقلل من سرعة التفاعلات الكيميائية التي تنتجها البكتيريا والتي تسبب فساد الأطعمة. علل لما يأتي. كلما زاد تركيز المتفاعلات زاد معدل التفاعل الكيميائي، أو ممكن يقول لي بتزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة تركيز المتفاعلات. ليه؟ لزيادة عدد الجزيئات المتفاعلة فيزداد عدد التصادمات المحتملة
بين الجزيئات، وبالتالي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. يبقى أنا كل ما زود التركيز معناها إن أنا بزود عدد الجزيئات، وبالتالي بيزداد عدد التصادمات المحتملة بين هذه الجزيئات. علل استخدام العوامل الحفازة في بعض التفاعلات الكيميائية. ليه بستخدم عوامل حفازة في بعض التفاعلات الكيميائية؟ طبعا عندنا مجموعة من الأسباب، منها أول سبب عندنا لأنها تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي أو تغير من سرعة التفاعل الكيميائي. رقم اتنين تقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل. يبقى هنا العوامل الحفازة بتعمل لي حاجتين، بتزود سرعة التفاعل الكيميائي، وغالبا بنبقى محتاجين إن احنا نزود السرعة. رقم اتنين بتقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل، وبالتالي بتوفر لي فيه الطاقة. علل يعتبر عنصر اليورانيوم من العناصر المشعة. ليه اليورانيوم بقول عليه عنصر مشع؟ لأن نواته تحتوي على عدد من النيوترونات أكثر من العدد اللازم لاستقرارها. أي عنصر يقول لي ليه عنصر مشع؟ هقول لأن نواته تحتوي على عدد من النيوترونات أكثر من العدد اللازم لاستقراره. علل اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجاربه. طبعا هنا الإجابة عندي ست أسباب، هنا في الحالة دي بيكتفى بسببين أو ثلاث أسباب. أول سبب عندنا أقول ليه؟ لسهولة زراعته وسرعة نموه. اتنين قصر دورة حياته. ثلاثة أزهاره خنثى تلقح ذاتيا. ممكن أكتفي لغاية هنا، لكن إحنا هنا دلوقتي عشان في مجال مراجعة فأنا بقول لك كل الإجابات، لكن هو دايما لو سؤال زي ده ما بيبقاش محتاج الإجابات كلها، ولذلك بيقول لك يكتفى بسببين. سهولة تلقيحه خلطيا أو صناعيا بواسطة الإنسان، بيعطي أعداد كثيرة من الأفراد في الجيل الواحد، وجود عدة أصناف منه تحمل صفات متضادة للنبات. علل لما يأتي، يعالج مرضى البول السكري بحقن الأنسولين. ليه الناس اللي عندها سكر بياخد حقن أنسولين؟ هنقول ليه هنا؟ لتحفيز خلايا الجسم على استهلاك سكر جلوكوز الزائد في الدم. يبقى أنا عايز أقلل نسبة السكر ده، يوم يعمل الأنسولين بيحفز خلايا الجسم يخليها تحرق هذا السكر الموجود فين؟ في الدم. علل لما يأتي، تسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد أو الغدة الرئيسة. يبقى السبب ليه؟ لأنها تفرز مجموعة من الهرمونات تنشط وتتحكم في عمل الغدد الأخرى. علل لما يأتي، للإشعاع تأثيرات وراثية. ليه الإشعاع له تأثيرات وراثية؟ هنقول لأنه يغير في تركيب الكروموسومات الجنسية للآباء، مما ينتج عنه ولادة أطفال غير عاديين أو بنقول عليهم أطفال مشوهة. علل يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر. ليه بنفضل استخدام التيار المتردد الناتج من المولدات عن التيار المستمر الناتج عن الخلايا الكهروكيميائية؟ يبقى ليه؟ لسببين اتنين. أول سبب عندنا لأنه يمكن تحويله لتيار مستمر، يبقى أقدر أحول التيار المتردد إلى تيار مستمر. رقم اتنين يمكن نقله لمسافات قصيرة وبعيدة على عكس التيار المستمر. يبقى التيار المتردد أقدر أحوله لمستمر وأقدر أنقله لمسافات بعيدة، أما التيار المستمر لا يمكن تحويله لتيار متردد ولا يمكن نقله لمسافات بعيدة. يبقى هنا ده السبب. علل لما يأتي، يستخدم الريوستات في بعض الدوائر الكهربية. ليه بعض الدوائر الكهربية بنحط فيها ريوستات أو مقاومة متغيرة؟ ليه؟ للتحكم في شدة التيار وفرق الجهد الكهربي المر في الدائرة. يبقى إذن بيستخدم الريوستات ليه؟ للتحكم في شدة التيار وفرق الجهد الكهربي الموجود به الدائرة. علل لما يأتي، يجب أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات مستقرة وبعيدة عن مجرى المياه الجوفية. هنا السؤال بيشمل جزئين اتنين. يجب أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات مستقرة. ليه تكون مستقرة؟ يبقى عندنا السبب اهو، حتى لا تنتشر النفايات المشعة نتيجة للهزات الأرضية أو البراكين. رقم اتنين، يجب أن تكون بعيدة عن مجرى المياه الجوفية حتى لا تتلوث مياهها بالنفايات المشعة. يبقى هنا دول من ضمن الإجراءات اللي موجودة عشان نحمي أنفسنا من أخطار التلوث الإشعاعي. علل البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة. ليه بنقول عليه غدة مزدوجة الوظيفة أو بنقول عليه كده زي عميل مزدوج؟ ليه؟ لأنه يفرز هرموني الأنسولين والجلوكاجون، وكلاهما مضاد لعمل الآخر. الأنسولين بيعمل إيه؟ بيخفض نسبة سكر الجلوكوز في الدم، والجلوكاجون بيعمل إيه؟ بيرفع نسبة سكر الجلوكوز في الدم. يبقى واحد بيقلل والتاني بيزود،
فالاتنين عكس بعض، وعشان كده بنقول عليه غده مزدوجه الوظيفه. علل. البنكرياس غده قنويه ولا قنويه معا. ليه بقول عليه غده قنويه ولا قنويه في نفس الوقت؟ هنقول كده غده قنويه ليه؟ لانه يفرز العصاره البنكرياسيه داخل قنافل اثنا عشر. ولا قنويه لانه يفرز هرموني الانسولين والجلوكاجون في الدم مباشره دون وجود قناه. علل لما ياتي ظهور القزامه في البشر. ليه بعض الاشخاص عندهم او بتظهر عندهم قزامه؟ هقول السبب ليه. لنقص افراز هرمون النمو في مرحله الطفوله. اذكر ما يلي. هنا بقى دخلنا في ما يسمى بعض الاسئله المقاليه، فهنا بيبقى محتاج ان انا اقول بعض المعلومات. هنا ده سؤال مقالي. في اسئله موضوعيه زي الاختيار وزي المصطلح العلمي. الاسئله الموضوعيه غالبا بيكون اجابتها قصيره ومحدده. اما الاسئله الموضوعيه بتحتاج ان انا اكتب بقى. يبقى هنا انا المقاليه كده بكتب مقال، هكتب اجابه طويله شويه. فهنا بيقول لي اذكر ما يلي، يعني قول لي ثلاث طرق للوقايه من التلوث الاشعاعي. اديني ثلاث طرق احمي نفسي فيهم من التلوث الاشعاعي. طبعا عندنا اغراءات موجوده. رقم واحد ارتداء المتعاملين مع المواد المشعه الملابس الواقيه من الاشعاع. يبقى اول حاجه عندنا الناس اللي بتتعامل مع المواد المشعه لها زي خاص بيحميها من الاشعاع. اثنين اصدار قوانين ملزمه لتبريد مياه، تبريد المفاعلات النوويه قبل القائها في مياه البحار والمحيطات. رقم ثلاثه دفن النفايات المشعه تبعا لقوه الاشعاع الصادر منها. وقلنا حسب القوة النفايات الضعيفة والمتوسطة بتدفن في بطن الأرض وتحاط بالصخور والأسمنت. أما النفايات ذات القوة الإشعاعية الكبيرة بتدفن على أعماق كبيرة جدا في باطن الأرض. يبقى ده هنا ثلاث طرق للوقاية من التلوث الإشعاعي. نيجي لبعض الإيه؟ عندنا بعض الأشكال البيانية اللي موجودة عندنا. الشكل ده بيعبر عن إيه؟ عن معدل التفاعل الكيميائي. عندنا ثلاث ألوان موجودين في الصورة. ده عندنا المحور الرأسي بيحمل التركيز وده مول لكل لتر، وهنا الزمن بالدقائق. عندي ثلاث منحنيات، في منحنى نازل يبقى ده بيمثل المواد المتفاعلة، في منحنيين طالعين يبقى دول بيمثلوا المواد الناتجة. هنا فين المواد المتفاعلة؟ أهو خامس أكسيد النيتروجين، يبقى الشكل ده بيعبر عن معادلة تفكك غاز خامس أكسيد النيتروجين، بيتفكك إلى غاز ثاني أكسيد النيتروجين وأكسجين. طب انا عندي اهو ده مواد متفاعله، يبقى السهم ده بمرور الزمن بايه؟ بيقل اهو، عمال يقل بمرور الزمن. الاثنين دول بيزيدوا. طب مين ياخد المنحنى الاكبر ومين ياخد المنحنى الاقل؟ ابص هنا عندي اربع جزيئات من غاز ثاني اكسيد النيتروجين، وهنا جزيء واحد اكسجين، يبقى المنحنى اللي عدد جزيئاته اكبر هيبقى هو الاكبر. اللي هنا عدد جزيئات يبقى هنا جزيء واحد ياخد المنحنى اللي تحت، يبقى هنا ده الاكسجين وده بيعبر عن غاز ثاني اكسيد النيتروجين. عندنا الدائرة دي بنقول عليها دائرة تحقيق قانون أوم عمليا. ممكن يجي يقول لي كده ارسم الدائرة المستخدمة في تحقيق قانون أوم عمليا مع كتابة البيانات والصيغة الرياضية للقانون. يبقى هنا برسم الايه؟ برسم الشكل ده بهذا الشكل. ازاي برسمه؟ تعال معايا كده وركز معايا ازاي بنرسمه. اهو ببدأ على سطر الكراسة بهذا الشكل وببدأ اعمل الجزء ده. رقم اتنين هرجع اعيده تاني نفس الشكل اهو. رقم تلاتة بنزل بهذا الشكل كده، هاجي هنا احط دايره وجواها حرف الايه هنا ادا المفتاح بتاعي بهذا الشكل. هطلع هنا كده وهعمل ادي البطاريه بتاعتي وهنا الزالق بتاعي. يبقى هنا ده سالب وده موجب. اوصل البطاريه، طبعا احنا التوصيل بتاعنا كده اهو، ده الموجب بالسالب، دي المفروض ما تبقاش موجوده بهذا الشكل. هنا بحط الفولتاميتر، ده سالب يبقى ده سالب ده موجب، هنا ده موجب وده سالب، ده مفتاح أميتر ميم اللي هي مقاومة ثابتة، هنا ريوستات دي اسمها بطارية وده اسمه فولتاميتر. يبقى دي اسمها الدائرة المستخدمة لتحقيق قانون أوم عملية. طيب أنا عايز دلوقتي عندنا عشان نفهم الشكل ده أهو، أدي البطارية بتاعتي بهذا الشكل، ده سالب موجب سالب، هذا الشكل اللي موجود عندنا. ده كده وصلت البطارية. لو خدنا الجزء ده عشان بس يبان لنا هيبقى بالشكل ده اهو، ده كده سالب وده موجب. ايه بقى الصيغة الرياضية؟ الصيغة الرياضية كده بيقول لي ميم بتساوي جيم على ت.
تي، دي اسمها الصيغة الرياضية لقانون أوم. وطبعا عندنا قانون أوم هيبقى له استخدام في المسائل اهو. بص معايا بقى على الرسمة دي كده، عندنا ده كده اي مسألة خاصة بالكهربية لازم تتحل بقانون من التلاتة دول. اول قانون عندنا، خلي بالك القانون ده مشهور بالزمن، مفيش زمن في اي قانون تاني من الاتنين دول. القانون التاني ده مشهور بالشغل، القانون التالت ده مشهور بايه؟ بالمقاومة. مفيش قانون من الاتنين دول فيه مقاومة الا ده. يبقى ده زين شغل، ده ميم. اول قانون عندنا ده القانون الخاص بشدة التيار بمعلومية كل من كمية الكهربية والزمن. خلي بالك معايا هنا، ت ده اللي هي شدة التيار، يبقى اللي جوه الدايرة دي الوحدات او الكميات القياسية، يبقى دي اسمها كميات قياسية، اللي هي شدة التيار، كمية الكهربية، الزمن. اللي جوه المربع ده دي اسمها وحدات القياس، الامبير، الكولوم، الثانية. ركز معايا قوي قوي قوي، مهم جدا. تعالى ناخدها كده معانا في ورقة هنا عشان نشوف الكلام ده ايه المطلوب مننا ناخد كل قانون لوحده. لو خدنا القانون الاولاني بهذا الشكل، ده ت وهنا كاف وهنا زين، دي كده الوحدات اللي موجودة عندنا. لو انا عايز ت يبقى هنا شدة التيار بتساوي كاف على زين. طب لو انا عاوز الزين، زين بتساوي كاف على ت. طب لو انا عايز الكاف، يبقى الكاف بتساوي ت في زين. ركز بقى في الحتة اللي جاية كده عندنا، ده عندنا بالنسبة لي هذا الايه الشكل. عندنا الت دي بايه؟ امبير. خليها بهذا الشكل كده، يبقى ده اسمه امبير. هنا كولوم، هنا ثانية. احيانا يجي يقول لي الامبير ده بيعادل ايه؟ شدة التيار واحدة قياس امبير، الزمن ثانية، كمية الكهربية كولوم. الامبير ده بيعادل او بيساوي ايه؟ خب الامبير، يبقى الامبير بيساوي ايه؟ كولوم على ثانية اهو، يبقى الامبير ده بيعادل كولوم على ثانية. طب انا عايز الكولوم، الكولوم ده بيعادل ايه او بيه هنا؟ اهو خب الكولوم، يبقى بيكافئ او بيعادل امبير. النقطة دي معناها ايه؟ معناها فيه، يبقى النقطة دي معناها في امبير ايه؟ امبير في ثانية. يبقى ده كده اول قانون موجود عندنا بهذا الشكل. القانون التاني عندنا وقلنا ده خاص بالشغل اهو، تعالى اما نشوف هنا جيم اللي هو فرق الجهد، وهنا الشغل، وهنا الكاف الكولوم. يبقى جيم اهو فرق الجهد بيساوي ايه؟ شغل على كاف. طب لو انا عايز الكاف اللي هي كمية الكهربية، يبقى تساوي شغل على جيم. طب لو انا عايز الشغل، يبقى الشغل بيساوي كاف في جيم. تعالى اما نشوف وحدة القياس، هنا فرق الجهد بالفولت، الشغل بالجول، كمية الكهربية بالكولوم، الجيم بايه؟ بالفولت، ادا وحدة القياس. طب الفولت ده بيكافئ ايه؟ او خب الفولت او خب دي، يبقى جول على كولوم، جول على كولوم. كاف، الكاف بالكولوم، ادا الكولوم، الكولوم ده بيعادل ايه؟ يبقى جول على فولت. طب نيجي للشغل، الشغل وحدة قياسه بالجول، طب الجول ده بيكافئ ايه؟ اهو يبقى هنا بيكافئ فولت في كولوم، يبقى الجول بيكافئ او يعادل فولت في كولوم. خلي بالك من الكلام ده مهم قوي، لان ده بيجي لك وان شاء الله هتلاقيه في اولى ثانوي بهذا الشكل. ده القانون التاني. ناخد القانون التالت اللي هو خاص بالمقاومة اهو، ميم، قلنا ده جيم وده ت. لو انا عايز الميم، يبقى الميم اللي هي المقاومة بتساوي ايه؟ جيم على ت. طب لو انا عايز ت اللي هي شدة التيار، يبقى شدة التيار بتعادل ايه؟ جيم على ميم. طب لو انا عايز الجيم، يبقى بيساوي ميم في ت. تعالى ناخد الوحدات، الميم بالأوم اللي هي المقاومة، فرق الجهد بالفولت، شدة التيار بالأمبير، المقاومة يبقى وحدة قياسها أوم، الأوم ده بيعادل إيه؟ فولت على أمبير. طب شدة التيار وحدة قياسها بالأمبير، الأمبير ده بيكافئ إيه؟ فولت على أوم، أهو فولت على أوم.
طب نيجي عندنا لفرق الجهد. فرق الجهد وحدة قياسه بايه؟ بالفولت. الفولت ده بيعادل ايه؟ اهو اخبي الفولت، يبقى اوم في امبير، نقطة امبير. ده كده التلات قوانين بتوعي اللي اي مسألة اقدر احلها واقدر اجيب وحدة قياس موجودة عندي واقدر اجيب الكمية القياسية اللي موجودة عندنا. يبقى هنا دول التلات وحدات بتوع القوانين. بص معايا بقى على المسائل، بيقول لي عندنا في الشكل المقابل اذا كانت قراءة الاميتر 2 امبير. ده كده دايرة من دي، تعتبر دايرة تحقيق قانون اوم ايضا، الشكل مختلف شوية ولكن هذه الدائرة دايرة تحقيق اهو، عندي فولتاميتر وعندي اميتر ومقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة ومفتاح وبطارية. بيقول لي قراءة الاميتر 2 امبير والفولتاميتر 8 فولت، احسب رقم واحد قيمة المقاومة الكهربية، 2 كمية الكهرباء المرة في الدائرة خلال دقيقة واحدة. خلي بالك معايا اي مسألة بتجيلي ببدأ اعمل ايه؟ اكتب معطياتي كده اللي موجودة عندنا، بقوم جاي كده في الصفحة بتاعتي عامل هامش وابدأ اشتغل. قراءة الاميتر 2 امبير يبقى دي اللي هي مين؟ ت. ت بتساوي 2 امبير، وما انساش الهمزة بتاعت الالف عشان ما تقراهاش 12. الفولتاميتر، الفولتاميتر ده اللي هو مين؟ الجيم. الجيم بكام؟ قال لي 8 فولت. طب هو عاوز ايه؟ تعالى ما نشوف كده. رقم واحد عايز ميم، يبقى هنا عايز الميم بكام مطلوبة، والميم وحدة قياسها اوم. رقم اتنين عايز كمية الكهربية، يبقى هنا رقم اتنين الكاف بكام. وقال لي خلي بالك ان الزمن بتاعي بيساوي 1 دقيقة، يبقى الزمن واحد ده بالدقيقة، هضربه في كام؟ في 60، يبقى الزمن بقى عندي 60 ثانية، ما بقاش دقيقة بقى خلاص. انا كده المسألة ما كنتش محتاج حاجة خالص، انا طلعت المعطيات بتاعتي. اي مسألة كهربية اول ما تجيلك هتعمل ايه؟ حط التلات قوانين عندك اهو. ت كاف زين، جيم شغل كاف، هنا ميم جيم ت. حط التلات قوانين قدامك بهذا الشكل وابدا موجود معايا. تعالى بقى كده اما نشوف، انا عندي ت وجيم اهو. فين ت؟ عندي ت هنا وعندي جيم هنا وعندي هنا أداة الجيم وأداة ت. مين المثلث اللي خد 2 صح؟ اهو. يبقى انا اجيب مين؟ اجيب الميم، وانا فعلا عايز الميم. يبقى الميم بتساوي جيم على ت تساوي الجيم بكام؟ ب8، والت بكام؟ ب2. 8 على 2 فيها الأربعة، وانا بجيب يبقى 4 اوم. كده انا جبت اول حاجة عندنا وده المطلوب الاولاني. يبقى اذا المقاومة عندنا هقول له ايه؟ ميم بتساوي جيم على ت 8 على 2 فيها الأربعة اوم. ادي اول حاجة عندنا. رقم اتنين هو عاوز ايه؟ عاوز كاف. طيب تعالى بينا اما نشوف، انا عايز الكاف دي. طب انا عندي مين؟ عندي الزمن وعندي الت اهو، الاتنين صح. يبقى انا اجيب مين؟ اجيب الكاف. يبقى كاف بتساوي ت في زين، وزي ما قلنا الزمن بالثواني وانا حولته لثانية. ت بكام؟ الت فوق اهو مديها لي 2 امبير، يبقى 2. والزمن بكام؟ في 60، يبقى 2 في 60 ب120. طب انا عايز اجيب كاف، كاف بايه؟ كولوم. ادي المساله اتحلت. يبقى الموضوع سهل وبسيط جدا، اهم حاجه اطلع المعطيات بتاعتي واحط الثلاث قوانين وابدا اشتغل علامه صح. اي مثلث يبقى فيه 2 صح هات الكميه الثالثه بتاعته. يبقى بهذا الشكل. نشوف مساله ثانيه عندنا، بيقول لي اذا كان فرق الجهد بين طرفي موصل 6 فولت وكانت شده التيار المار خلال الموصل 0.5 أو نص أمبير، فكم تكون شدة التيار المر في هذا الموصل إذا وصل بطرفي مصدر جهد قدره 12 فولت؟ يعني إيه هنا؟ يعني بيقول أنا عندي دلوقتي في بطارية 6 فولت والتيار اللي ماشي فيها نص أمبير. طب لو أنا جبت بطارية تانية 12 فولت، يعني قد البطارية دي مرتين، إيه اللي هيحصل لشدة التيار؟ تعال بينا أما نشوف. فرق الجهد عندنا، طيب شدة التيار عندنا اهو، ركز معايا كده، ادي المعطيات اللي موجودة عندي. بيقول لي عندنا فرق الجهد اهو، يبقى الجيم بستة فولت وت ب5 امبير. عندي جيم وت، المفروض ان انا اجيب مين؟ اجيب الميم. طب ارجع تاني، شدة التيار خلينا في الجزء ده كده نتعامل مع هذا الجزء. يبقى اذا عندنا هذا المثلث بتاعي ما عنديش غيره اهو، ميم وهنا جيم وت، مش محتاج المثلثين التانيين.
الجيم والت، يبقى الميم بتساوي ايه؟ بتساوي جيم على ت، هتساوي الجيم بستة على 5 من 10. اشيل العلامة دي واحط 60 على 5، فيها 12 اوم. يبقى الميم بكام؟ ب12 اوم. انا طلعت الميم اهو، ركز بقى معايا في المسألة، بيقول ايه؟ كم تكون شدة التيار المار في الموصل ده اذا وصل بطرفي مصدر جهد قدره 12 فولت؟ انا عندي موصل ادي سلك اهو، وصلته ببطارية 6 فولت. طب لو انا وصلت نفس الموصل بس ببطارية تانية 12 فولت، خلي بالك السلك زي ما هو، لا تغير طوله ولا تغير نوع المادة بتاعته، فهنا المقاومة بتاعته ثابتة. يبقى السلك ده الميم بتاعته بكام؟ الميم ب12 اوم. والجيم الجديدة بتاعت البطارية بكام؟ ب12 فولت. عندي ميم وجيم، اقدر اجيب الت؟ اه، ارجع للقانون، ت بتساوي ايه؟ جيم على ميم. يبقى ت بتساوي جيم على ميم. الجيم بكام؟ ب12. والميم بكام؟ ب12. يبقى 12 على 12 ب1 امبير. ركز بقى في الحتة دي معايا كده، فرق الجهد كان 6 فولت وكانت شدة التيار نص امبير. طب هنا فرق الجهد زاد للضعف بقى 12، ال 12 قد 6 مرتين، ايه اللي حصل لشده التيار؟ زادت للضعف، وده بيحقق قانون اوم اللي بيقول ايه عندنا؟ تتناسب شده التيار الكهربي المار في موصل ما تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجه الحراره. يبقى فرق الجهد لما زاد للضعف، شده التيار هي اخرى زادت للضعف، وده بيحقق قانون اوم اللي احنا شغالين بيه بهذا الشكل. نيجي عندنا الى برضو سؤال اخر، بيقول ما كمية الكهرباء المارة في ما مقابل الجهد بين طرفيه يساوي 220 فولت؟ هعمل ايه في المسألة؟ اهو زي ما اتفقنا، مسألة خاصة بالكهرباء، رص التلات قوانين بتوعك اهو، ادي القانون الاولاني، القانون الثاني، القانون الثالث، واعمل الهامش بتاعك. ت بتساوي كاف على زين، جيم بتساوي شغل على كاف، ميم بتساوي جيم على ت. ادي كده اول حاجة عندنا. ابدأ بقى للمعطيات بتاعتي، ما كمية الكهرباء؟ يبقى الكاف بتاعتي مطلوبة ووحدة قياسها كولوم عشان ما انساش، في موصل ماء مقاومته 1000 اوم، يبقى الميم بتساوي 1000 اوم لمدة 30 دقيقة. يبقى الزين بكام؟ ب30، هضربها في كام؟ في 60، بحط الصفرين و3 في 6 ب18، يبقى 1800 ثانية. يبقى اداني الزمن بالدقائق، احوله لثواني. اذا كان فرق الجهد بين طرفيه بيساوي 220 فولت، يبقى الجيم بيساوي كام؟ 220 فولت. في بعض ابنائنا يحب ان هو الاول يحول كده، فيبدا اول خطوه انه يحول الزمن، ممكن تحوله هنا وممكن تحوله هنا، بس اهم حاجه تبقى كاتبه فين، ما تعملوش على الآلة الحاسبة وتحط الناتج، لا، اضربه وطلع الناتج بتاعك بهذا الشكل. أنا كده معطياتي موجودة عندنا، أعمل إيه؟ زي ما اتفقنا، عندي ميم أحط علامة على الميم، طيب عندي زين أحط علامة على الزين، عندي جيم أحط علامة على الجيم. مين المثلث اللي أصبح فيه 2 صح؟ أهو الجيم والميم، أجيب منهم مين؟ التيه. يبقى بقول له كده ت بتساوي جيم على ميم، الجيم بكام؟ ب220، والميم بكام؟ ب1000. هطير صفر مع صفر، 22 على 100 بتساوي 22 من 100 امبير. كده اول خطوه عندنا، انا جبت شده التيار، بس انا مش عايز ت، انا عايز مين؟ ده انا عايز كاف. طيب انا عندي الزين، جبت الت، خلاص اهو المثلث ده خلص ما عادش فيه، واعلم على الت هنا، ت وزين، يبقى اجيب منهم مين؟ كاف. يبقى اذا بقول له كاف بتساوي ت في زين، ت بكام؟ ب22 من 100، والزين بكام؟ 1800. الصفرين دول هيروحوا مع العلامه، لما اضرب 22 في 18 الناتج عندي هيبقى كام؟ اهو هيبقى 396، هيبقى 396 كولوم. ده بالآلة الحاسبة وبضربها بهذا الشكل، يبقى ال 22 في 18 هتديني 396 كولوم. ده عندنا بهذا الايه؟ الشكل اللي موجود عندنا. يبقى انا كده حليت المسألة، حطيت القوانين، حطيت معطياتي، المسألة تتحل
واضرب وطلع الضربيه مفيش مشكله خالص. ادي كده مسائل الكهربيه. لسه في نوع من المسائل الموجوده عندنا وهو الخاص بايه بقى؟ الخاص بطرق توصيل الاعمده الكهربيه. الاعمده الكهربيه عندنا نوعين اتنين من الاسئله، يا اما يقول لي احسب لي القوه الدافعه، يا اما يقول لي وضح بالرسم. نشوف مع بعض كده السؤال اللي جاي بيقول فيه ايه. لديك اربع اعمده متماثله، القوه الدافعه الكهربيه لكل عمود 1.5 فولت. احسب القوه الدافعه الكهربيه عند توصيلها معا على التوالي وعند التوازي. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ احسب. السؤال ده له مفتاحين اتنين. اول مفتاح عندنا عدد الاعمده، عندي كام عمود؟ اربع اعمده متماثله، يبقى ده اول حاجه عندنا. رقم اتنين، العمود الواحد بكام؟ ب1.5 فولت. طيب عايز مني ايه؟ بيقول لي احسب. انا عندي قانونين اتنين، لما بنوصل الاعمده الكهربيه على التوالي يبقى لازم اكتب له القانون. القانون بيقول له ايه؟ قاف دال كاف الكليه بتساوي نون في قاف واحد. نون اللي هي مين؟ عدد الاعمده. يبقى انا عندي كام عمود؟ اربعه، وقوه العمود الكام؟ ب1.5. يبقى 4 × 1.5 الناتج بكام؟ ب6 فولت. ادي المساله اتحلت. طب لو وصلت الاربع اعمده على التوازي هعمل ايه؟ بقول له كده قاف دال كاف الكليه بتساوي قاف واحد. يعني ايه؟ يعني قوه عمود واحد، يبقى هاخد العمود قوته كام؟ 1.5 فولت. يبقى ده التوصيل على التوالي وده التوصيل على التوازي. والمتفكر ان التوصيل على التوالي الهدف منه الحصول على اكبر قوه دفعه كهربيه، اما التوصيل على التوازي الحصول على اقل قوه دفعه كهربيه. وطبعا هنا لما بوصل على التوالي البطاريات بتخلص بسرعه لان بتطلع لي طاقه، لما بنوصل على التوازي البطاريات بتقعد معايا فتره طويله. وعشان كده معظم الاجهزه بتاعتنا زي الريموت والحاجات دي دايما بيكون توصيل الاعمده عندنا بالشكل، عندنا بهذا الشكل بيبقى موجب وايه؟ وسالب. لديك اربع اعمده كهربيه متماثله، القوه الدافعه لكل منها 1.2 فولت، وضح بالرسم التخطيطي. يبقى هنا عايز ايه؟ عايز رسم، عايزني ارسم. المفتاح برضو فين؟ في النقطتين اتنين. هنا ثلاث حاجات. كام عمود؟ عندي اربع اعمده، يبقى الاول هنا اربع اعمده، لازم احدد كام عمود، والعمود الواحد بكام؟ ب1.2 فولت، وبقول لي وضح بالرسم. يبقى هنا انا هرسم طريقه توصيلها معا للحصول على بطاريه قوتها الدفعه كام؟ 1.2 فولت. رقم اتنين، عايز بطاريه قوتها الدفعه 4.8 فولت. رقم ثلاثه، عايز بطاريه قوتها الدفعه 2.4 فولت. طبعا هنا احنا اتفقنا معاك وقلنا كده ان انت ممكن تجيب معاك اربع عملات معدنيه، 4 جنيه، 4 تنصاص، 4 تربع، المهم معاك اربع عملات معدنيه ونبدا نشتغل بيها. انا هنا بيقول لي دلوقتي يبقى انا عندي اربع اعمده، في اي رسمه لازم يكون عندي كام عمود؟ اربع اعمده، وكل عمود ب1.2 فولت. بيقول لي وصلهم لي عشان اجيب 1.2 فولت. طالما نفس قوة البطارية هي نفس قوة العمود الواحد يبقى معنى كده ان انا بوصل على التوازي، يبقى بعمل ايه؟ بهذا الشكل اهو. عندنا انا عايز 1.2، يبقى بهذا الشكل اللي موجود عندنا اللي هو ده، هوصل الاربع اعمدة على التوازي، احط الاربع اعمدة تحت بعض واوصل الكوب السالب كله ببعضه والموجب ببعضه واكتب تحته 1.2 فولت. طب انا عايز بطارية قوتها 2.4 فولت بطريقتين، احط تلات اعمده مع بعض بهذا الشكل، دول كده مع بعض قوتهم كام؟ 1.2 ومعاهم واحد على التوالي ب1.2، يبقى 1.2 و1.2 تديني 2.4. طب الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه ان انا اجيب الاثنين دول هوصلهم مع بعض على التوازي، يبقى دول كده كانهم عمود واحد ب1.2، ودول مع بعض على التوازي 1.2، وصلهم مع بعض على التوالي، يبقى ده كده اداني كام؟ 2.4. في طريقة تالتة؟ في طريقة تالتة. ازاي؟ ركز معايا كده اهو، دول كده مع بعض بكام؟ ب2.4. بس هنا دول كام عمود؟ 1، 2، واحنا قلنا اي بطارية لازم تكون كام عمود؟ 4 اعمدة. هاخد نفس الشكل واحط تحته بهذا الشكل اهو، ده كده كام؟ ده العمود التالت وده العمود الرابع. هاخد الاتنين دول مع بعض ووصلهم على التوازي. في حالة التوصيل على التوازي بعامل الأعمدة دي كلها كأنها جزء واحد، يبقى هاخد الجزء ده، الباقي ده خلاص ما عادش له. يبقى هنا بقت البطارية كام؟ 2.4 فولت. يبقى كده عملت البطارية اللي هي 2.4 فولت بكام طريقة؟ طريقتين موجودين عندك على الشاشة، ودي الطريقة
الطريقة الثالثة، ثلاث طرق أقدر أعمل بيهم البطارية اللي تجيب نص القوة الدفع الكهربية. طب لو أنا عايز بطارية بقى 4.8 فولت، يبقى هنا في الحالة دي بنوصل الأعمدة الكهربية كلها على التوالي، يبقى بوصلها كلها جنب بعضها، فهنا هتديني بطارية قوتها الدفع الكهربية اللي هي أكبر ما يمكن هتبقى 4.8. هحط 1.2 زائد 1.2 زائد 1.2 زائد 1.2 تديني 4.8. مستعينا بالشكل المقابل احسب القوة الدفع الكهربية. ممكن يجيب لي شكل زي ده بيقول لي احسب لي القوة الدفع الكهربية. تعالوا بينا اما نحسبها ازاي. 3 فولت اهو ده كده على التوالي، ودول مع بعض على التوازي الواحد بواحد ونص فولت، وده 1.5. طالما على التوازي يبقى كلهم قوة عمود واحد، يبقى 1.5 فولت مع 3 فولت، يبقى اذا هقول له كده قاف د كاف بتساوي كام؟ 4.5 فولت. يبقى دول توازي بقوة واحدة، وده معاهم على التوالي، يبقى بجمع ده مع ده تقوم تديني 4.5 فولت. خلي بالك من الصفات السائدة والصفات المتنحية، مهمة جدا ان انت لازم تكون عارف من الصفة السائدة ومن الصفة المتنحية، ويمكن اتكلمنا فيها قبل كده لكن بنعيدها برضو تاني عشان أأكد. قلنا بالنسبة للبذور، ركز معايا كده عشان نفهم الكلام اهو. البذور عندي حاجتين اتنين، اللون والشكل. اللون عندنا مين السائد؟ الأصفر سائد على الأخضر. الشكل البذرة الشكل الأملس سائد على المجعد، ده كده بالنسبة للبذور. لون بالنسبة للقرون أو القرن عندي برضو حاجتين، اللون والشكل. لون القرن العكس بقى، هنا كان الأصفر سائد، هنا اللون الأخضر سائد على الأصفر. الشكل القرن المنتفخ سائد على القرن المحزز، ده كده بالنسبة للبذور والقرن. يبقى كده كم صفة؟ 4 صفات. نيجي عندنا للأزهار، عندنا لها حاجتين، لون ووضع. اللون عندنا اللون الأحمر أو الأرجواني سائد على اللون الأبيض. الوضع بتاعي وضع الزهرة الجانبي يعني طالعة من الجنب سائد على الطرفي. اخر حاجة عندنا بالنسبة لي طول الساق، وما فيش الطول سائد على قصر الساق. يبقى دول السبع صفات اللي موجودين عندنا اهو، ادا كده 2 4 6، ودي الصفة السبع، 1 2 3 4 5 6، دول السبع صفات اللي درسهم مندل. يبقى هنا اعرف مين السائد ومين المتنحي، ده بالنسبة للنبات. طب بالنسبة للانسان، تعال ناخدها من فوق كده، ركز معايا من الشعر بقى، بص معايا كده، ابدأ من الشعر. يبقى هنا بالنسبة للشعر، الشعر المجعد سائد على الشعر الناعم، يبقى الشعر الملعبك ده ببعضه ده كده بنقول عليه شعر مجعد سائد على الشعر الناعم السايح كده اللي تلاقي الشعرية لوحدها. رقم 2، الشعر الأسود، يبقى لون الشعر الأسود سائد على الشعر الفاتح كده، جبنا الراس. ننزل بعد كده على العينين، العيون الواسعة، العين الواسعة كده سائدة على العيون الضيقة، رقم 2. لون العيون البنية سائد على العيون الملونة الأزرق أو الأخضر أو الكلام ده كله. نروح على مين؟ ننزل على الودان، شحمة الأذن المنفصلة سائدة على شحمة الأذن الملتحمة. ننزل للوش، وجود الغمازات سائد على عدم وجود الغمازات. عدم وجود النمش، ما فيش نمش في الوجه سائد على وجود النمش. القدرة على الالتفاف الأنبوبي للسان سائد على عدم القدرة على الالتفاف الأنبوبي للسان. دول السبع صفات اللي موجودين عندنا. يبقى الشعر حاجتين، العينين حاجتين، الوش في حاجتين، الغمازات والنمش، يبقى كده 6، والقدرة على لف اللسان دي كده 7. يبقى 7 صفات سائدة في النبات وسبع صفات سائدة في الإنسان، لازم أعرف مين السائد ومين المتنحي. إزاي بيتحكم الجين في إظهار صفة وراثية ما؟ ودي كانت الآلية اللي توصل لها العالمان بيدل وتاتوم، ومن خلالها حصلوا على جائزة نوبل. قالوا إن الجين بيفرز إنزيم، يبقى كل جين بيفرز إنزيم معين، هذا الإنزيم مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي معين، في تفاعل كده بعينه هو اللي بيتم، هذا التفاعل بينتج عنه بروتين خاص أو بروتين معين، وهذا البروتين هو المسؤول عن إظهار صفة وراثية معينة. طب لو الجين ده ما افرزش الانزيم، كل اللي بعده مش هيحصل.
ايه اللي هيحصل لو الجين لم يفرز الانزيم الخاص بيه؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ عدم حدوث التفاعل الكيميائي، وبالتالي لا يتكون البروتين، وبالتالي لا تظهر الصفة الوراثية المسؤول عنها هذا الايه؟ الانزيم. قانون اوم، خلي بالك انا عندي ثلاث قوانين لازم اعرف النص بتاعهم. قانون اوم بينص بيقول ايه؟ تتناسب شدة التيار الكهربي المار في موصل ما تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة. القانون الثاني قانون مندل الاول، او ما يسمى بقانون انعزال العوامل. يبقى القانون الاول بتاع مندل بيسمى انعزال العوامل. بيقول ايه القانون؟ اذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من صفاتهما المتضادة فانهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا تظهر به صفة احد الابوين وهي الصفة السائدة، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3:1، 3 سائد إلى 1 ايه؟ متناحي. يبقى الجيل القانون الاول بتاع مندل بيقول لك اختلفوا في زوج واحد، ده اسمه قانون انعزال العوامل. القانون الثاني لمندل، وده تالت قانون عندنا في منهجنا، اسمه قانون التوزيع الحر. بيقول ايه القانون؟ اذا تزاوج فردان نقيان مختلفان في زوجين او اكثر. القانون الاول كنت بقول زوج واحد، القانون الثاني بقول زوجين او اكثر من صفاتهما المتضادة فان صفة كل زوج منهما تورث مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3:1. اهم جهود العلماء عندنا اوم وضح العلاقه بين شده التيار وفرق الجهد والمقاومه، مندل مؤسس علم الوراثه عمل قانونين اثنين، واتسون وكريك قام بتصميم نموذج يوضح تركيب الحمض النووي الدي ان ايه، العالم هنري بيكوريل مكتشف ظاهره النشاط الاشعاعي، العالمان بدلوتاتهم اكتشف كيفيه تحكم الجينات في اظهار الصفات الوراثيه. بكده ابنائي وبناتي بنكون وصلنا او اتعرفنا على معظم الاسئله اللي موجوده عندنا ونوعيه هذه الاسئله وازاي بنجاوب على الاسئله وازاي بنحل المسائل من خلال القوانين. في نهايه حلقتنا بشكركم، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.